عايزة أتكلم معاكي. في إيه؟ اتفضلي. أنا كنت قاعدة معاه علشان بنتفاهم إزاي نخلص الحاجات اللي بينا. مش حقيقي. لا حقيقي، هو ده اللي حصل. مش مصدقك. أنا خلاص ما بقيتش سامع الهبلة بتاعت زمان اللي كانت بتصدق أي كلام بيتقال لها. أنا دلوقتي ما بقيتش أصدق غير قلبي وعقلي وبس. بس هو ده اللي بجد اللي حصل. أنا برضه مش مصدقاكي، وعلى فكرة ده من حقي. بعد كل اللي حصل ده أنا قررت إني ما أصدقش أي حاجة غير لما قلبي وعقلي يقولوا لي إن الكلام ده منطقي أو طبيعي. سما أرجوكي، أنا تعبانة كفاية كده. وأنا جوايا موجوعة، أنا بموت. بعد الشر عليكي يا حبيبتي. أنت عايزاني أقول لك كل حاجة؟ آه. أقول لك كل حاجة بصراحة ومن الآخر؟ بس أنا لو قلت كل حاجة عايزة إجابات واضحة. عايزة أعرف ليه يا ماما؟ ليه ما رضيتيش تفتحي قضية بابا؟ ليه لسه بتقعدي مع سامي بعد كل اللي حصل؟ طب ليه هربتي وسبتينا وما رضيتيش تشهدي ضد سامي؟ مع إن المحامي قال لك إن ده هيبقى في صالحنا. في إيه؟ اتكلمي. ماما، أوعي تقولي إن أنتِ خايفة علينا يعني. أو سامي بيهددك بينا. لا، ما كنتش هقول كده. أمال إيه؟ في إيه؟ عشان مش عايزة أغلط نفس الغلطة اللي غلطها أبوكي. تاني يا ماما؟ تاني هتقولي إن بابا هو اللي غلط وهو السبب في كل اللي بيحصل ده؟ ماما، هو سامي كان قريب ليكي قوي كده؟ جرى إيه يا سامي؟ أنت عارفة أنت بتقولي إيه؟ آه عارفة، على فكرة عارفة. وأنا أصلاً كل ما أفتكر عقلي ما يستوعبش اللي بيحصل. أنا كنت بقعد أفكر أقول ديما دي بتعمل حاجات غريبة قوي، وكمان بتقعد تقول كلام لا ليه معنى ولا فاهمينه، لدرجة إنه في مرة كنا قاعدين أنا وإيمان وهي عايزة تخرج، قلنا لها مش هينفع تخرجي. ردت علينا قالت لنا حاجة غريبة قوي أنا ما فهمتهاش غير دلوقتي. هي إيه؟ قالت لنا أنتوا عارفين ماما فين دلوقتي؟ وبعدين نزلت راحت الشركة، ولما رجعت من الشركة قالت لنا إن هي شافتك مع سامي. في إيه يا ماما؟ عارفة ماما ساعتها إحنا كنا بنفكر إزاي؟ كنا بنفتكر إن أنتِ قاعدة مع سامي عشان تحلي المصيبة اللي عند بابا، يعني هو كان واقف جنبك. هو ده اللي احنا كنا فاهمينه. سما، انا عايزك ترجع القاهره دلوقتي، وهقول لامير يحجز لك حالا مش بكره. برضه بتهربي، هربتي من الاجابه مع انك وعدتيني. بص يا سما، انا ناويه اكمل الطريق لوحدي وهصلح كل الحاجات الغلط اللي انا عملتها. مش محتاجه حد معايا، حتى ولا انت ولا اخواتك. إيمان، يا إيمان، إيه هو ده؟ إيمان، السخامة دي. اصحي يا إيمان، اصحي يا إيمان، إحنا الظهر، اصحي. أيوه بقى سيبني نام شوية. لا هو إيه اللي اتنين؟ بقول لك إحنا الظهر. يعني أنت اللي صاحي من بدري. أيوه طبعًا صاحي من بدري. عايز أقول لك بقالي ساعتين مثلًا قاعد بتفرج عليكي. يا سلام، وقاعد بقالك ساعتين بتتفرج عليا ليه بقى إن شاء الله؟ عشان أنت حلو زي القمر كده. قاعد عمال بفكر الواد اللي جاي ده هيطلع منحس وشبه ابوه ولا زي القمر كده شبه امه. لا انت شكلك كلام خاله مأثر عليك قوي. من غير خاله ولا كلام خاله ما يأثر. هبص عليك انت إيه بس كده يا جميل انت، ولازم عكسك على طول. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عندي خبر. بص، لو خبر حلو قوله،
عشان انا صاحيه ومش عايزه اتعكنن خالص، مزاجي رايق ومش عايزه اتعكن. ايه هو اصله ده؟ انت هتتقمري وانت لسه صاحيه من النوم؟ اقول لك عندي خبر تقولي لي ايه هو؟ مش هنقعد نرغي كتير. ايه هو؟ انا يا ستي عندي خبر حلو وما تقلقيش جنابك، خبر لذيذ يعني بالنسبه لي انا على الاقل. يا حبيبي ما هو دام حلو بالنسبه لك يبقى اكيد حلو بالنسبه لي. يا لهوي هعيط والله. طب بقى انا ستي مسافر باريس كمان يومين. نعم مسافر فين؟ ايه ده؟ في اعوذ بالله من غضب الله، في ايه يا ست انت مالك؟ هو مش كان لسه من دقيقتين لا حلو بالنسبه لك يبقى حلو بالنسبه لك؟ في ايه؟ نعم باريس ايه وبتاع ايه؟ ماليش فيه، انا رجلي على رجلك. ايه ده؟ ايه 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 شغل الستات البيئه ده؟ في ايه يا مالك يا امان؟ في ايه؟ وايه اللي رجلي على رجلك؟ انا رايح شغل. حتى لو شغل انا ماليش دعوه، انا هاجي معاك. ماليش دعوه يا حبيبتي، افهمي بس، انا طالع وكيل اعمالي قال لي ان في معرض هناك وفي فلوس حلوه، انا طالع هم يا دوبك يومين ثلاثه بالكثير وراجع، ايه هو اللي انت بتعمليه ده؟ ماليش انا في الكلام ده، باريس مش باريس، انا رجلي على رجلك ماليش فيه. احنا ابتدينا شغل الستات البيئه بقى. يلا طيب يلا 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 عشان جعان وعايز افطر. يلا مش هفطر، مش عايز افطر خلاص. مش عايز تفطريني بقى؟ خلاص بقى متضايقه والله. يا عبيطه يا عبيطه، انت تتخيلي ثانيه ان انا ممكن اسيبك واسافر؟ يعني انا بس بقول لك كده بغلس عليك. صدق ان انت عيل رخم. قوم كده من وش، اوعى كده. خلاص بقى انت هتبصي فيها الولد. لا والله. طب يلا يلا عشان عايز اكل بجد. بونجور حبيبي. بونجور. أنا كلمت سما، بتقول إن ريماز تعبانة جدا. نخلص بس من موضوع الشركة هنا ونبقى نسافر لهم. أنا أسافر لها؟ لا حبيبي، أنت امبارح كنت بتقول إن إحنا لازم نحبب بعض ونخاف على بعض. وأنا عندي كلامي، بس لازم تعرفي إن في ناس القسوة معاهم بتبقى منتهى الحب. لا حبيبي أنا مش فاهمة يعني إيه قسوة تبقى حب. أنا أفهمك، يعني أنت ممكن تعملي حاجة تبقي هتضري نفسك بيها، أنا هقف قدامك أمنعك بمنتهى القسوة إنك تعمليها، يمكن ساعتها تزعلي مني، لكن في الآخر هتكتشفي إن أنا بحميكي من نفسك وده منتهى الحب. اه كده فهمت حبيبي. هو انت نسيت المطعم بتاعنا خالص؟ لا 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 ما نسيتوش، انا كل يوم بتصل وبطمن على كل صغيره وكبيره. ممكن اعرف فيك ايه؟ شكلك مش مظبوط، يعني امبارح عملت جو حلو قوي وقلت لازم نبقى مبسوطين وسعداء، بس النهارده شكلك كده قاعد لوحدك في المكتب فكر في حاجه. ها لا 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 صدقيني ما فيش حاجه. انا مش هصدقك. وبعدين انت ليه مش قلقان على ريماس ولا خايف عليها؟ تناسي انت كنت ايه؟ انا فكرك كنت حتة مهندس جربوع مش لاقي تاكل، وانا بالنسبة لك كنت حلم ما يخطرش حتى في بالك انك تحلم بيه. عيب الكلام ده، عيب، البنات واقفين. انا بقى عايزاهم يعرفوا كل حاجة، عشان لولا ان انا اتجوزتك كنت هتفضل طول عمرك زي ما انت مهندس مش لاقي تاكل. انا غلطانة اني ما سمعتش كلام امي، يا ما قالت لي اني حندم على جوازي منك وان انت اللي هتبوظ اسم العيلة. اسم العيلة ايه؟ انت عايشة في الوهم، عيلة ايه دي؟ انا مش فاهم. مش غريب على واحد زيك انه ينكر. ايه اللي يرضيك يا هانم؟ يرجع حافي ببدلة مقطعة زي ما كان. مفيش اسهل من كده؟ والبنت هي وأهلها يتربوا. بسيطة خالص. بس انت يا هانم ناسي حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ النهاردة اليوم اللي جدة حضرتك خدت فيه وسام الكمال. اوه نو، انت ازاي عرفت الحكاية دي يا سامي؟
ده تاريخ يا هانم، تاريخ لا يمكن يتنسي. آه يا قلبي، أنت مش متخيل يا سامي، أنت رجعتني قد إيه الأيام حلوة بتاعت زمان. أنا عايز أبقى قريب منك قوي، مش عايز أبعد عنك. اللي أنت بتقوله ده، لأ أنت كده برضو بتتجاوز حدودك يا سامي. أنا كنت فاهمة إن إحنا مجرد أصدقاء، إني برتاح معاك وبقولك على أسراري بس. أنا آسف طبعاً إن أنا تعديت حدودي وعديت الخطوط الحمراء، بس صدقيني أنا بحبك. لأ أنت فعلاً اتجوزت حدودك، أنت اتجننت ولا إيه؟ يعني اتخانقتي معاها؟ اه. طب ممكن يا سما تطلعي تصالحيها؟ هو انت ليه يا امير محسس ان انت ولي امري؟ بقول لك ايه؟ ممكن اتكلم معاكي في الموضوع بصراحه من غير نرفزه ولا عصبيه وما تقاطعنيش؟ اتفضل. مشكلتك يا سما ان انت بتفكري في ريماس هانم على ان هي والدتك. يا سلام، امال عايزه افكر فيها ازاي يعني؟ عايزك تفكري على ان هي واحده ست. عارفه يعني ايه واحده ست؟ المشكله ان انت يعني حاطه لها صوره في دماغك عمرك ما تتخيلي انها ممكن تبقى عكسها. يعني مثلا عمرك ما تتخيلي ان هي ممكن تتجوز بعد وفاه والدك الله يرحمه، مع ان ده حقها على فكره. في نفس الوقت برضه عمر ما هيجي في بالك ان ممكن حد يجي يخدعها، ان هي تفضل عايشه كده بتقديم ضمير وبتعاني. انا طبعا اسف يعني لو بكلمك في الموضوع ده بصراحه. لا عادي، بس مش فاهمه اي حاجه. مش فاهمة أي حاجة؟ لا أنت فاهمة كويس أوي يا سما. على فكرة رد فعلك ده هو اللي بيخليني أقولك خدي بالك وحطي نفسك مكانها شوية يا سما. أنت هتفضلي باصة للبحر كده كتير؟ أنت عارفة كويس أوي كلنا عارفين إن سامي ضحك على مامتك وفضل ينتهز الفرصة ويقرب منها ويطبطب عليها، وهي في لحظة كانت نفسها تحس إن هي قوية، قوية ومرغوب فيها، وأنت عارفة كده كويس يا سما. أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أنت دايماً كده، ما بتحبيش تشوفي الحقيقة. لو سمحتي فكري في الموضوع كده بالراحة زي ما أنا بكلمك، وحاولي كده تهدي كده من نرفزتك وعصبيتك، هتلاقي إن أنا عندي حق. طب ممكن يا أمير سيبني لوحدي شوية؟ حاضر. لا مش صحيح. الكلام اللي بيقوله ده غلط. بالعكس بقى، هو عنده حق. أنا فعلا طول الوقت بفكر بالطريقة اللي هو بيقول عليها. عقلي مش مستوعب خالص. عقلي مش مستوعب إن ماما الجبل دي ممكن تكون وقعت الوقعة دي واتجوزت واحد غير بابا. بس أنا فعلا لو فكرت اللحظة إنها مش أمي، يمكن ألاقي مليون سبب اللي هي عملته ده. يعني إيه؟ أنا فهمت كل حاجة غلط؟ أنا ظلمتها؟ جمانة كلمتني وبتقولي إنك لما تنزل مصر هتلاقي مفاجأة حلوة قوي مستنياك. خير يا ترى؟ شكلها هتحلو. الخواجة بيقول إنه شايف إن أنت رجل المرحلة. المرحلة؟ ده أنا المرحلة بذات نفسها. ثانية واحدة. ايوه معقوله انت بتقول ايه؟ متشكر. ايه في ايه؟ ديما لقوها غرقانه. ايه ديما؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ازاي كده؟ ربنا يكون في عونك يا ريماس ويصبرك ويقويكي. استغفر الله العظيم. أنا ما كنتش عارف إن أنت رايقة أوي للدرجة دي. أنت مش زعلان عليها ولا إيه؟ أكيد زعلان عليها. بس عمري ما تخيلت إن ديما دي بالذات ممكن تموت. سليم، أنت بتبصي لي كده ليه؟
هي ديما مش كانت تعرف تعوم؟ ايوه. يعني مستحيل تموت غرقانه. انا مش فاهم انت تقصدي ايه. تفتكر يعني ديما قررت انها تتخلص من حياتها بسبب المشاكل اللي هي فيها؟ يعني ممكن اكون انا السبب في انها ماتت؟ السبب في ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لازم تعرفي ان ديما لا يمكن تعمل اي حاجه وحشه في نفسها. دي بتحب الحياه زي عينيها، انت ما تعرفهاش كويس. الدنيا بتبقى مقلوبه، ابوها في السجن ومتهم بجريمه قتل، وهي بترقص وتخرج، ما عندهاش اي مشكله في الحياه. مش عارفه، حاسه انك مش زعلان عليها خالص، مش متاثر يعني، برغم انها كانت قريبه منك زي ما بسمع. وحتى يا سيدي لو مش قريبه منك، دي على الاقل بنت الراجل اللي انت اشتغلت معاه سنين طويله. بالعكس، انا زعلان عليها جدا، وقلبي هيتقطع علشانها. سامي، اوعى تكون فرحان في رماس او شمتان فيها، كله الا الموت. مفيش شماته في الموت يا سليم، بالعكس هي صعبانه عليا جدا، رغم انها بتتامر عليا وعاوزه تدفني بالحياه، لكن هي صعبانه عليا. مش عارف لما تسمع خبر زي ده ممكن تعمل ايه. ربنا يكون في عونها. سليم، تعالي نروح لها ونقف جنبها في موقف زي ده. هي كانت بتحب ديما جدا، لانها اخر العنقود. ربنا يكون في عونها. يلا يلا سليم. هيا يا أمير، عملت إيه؟ عرفت أي حاجة عن ديما؟ البقاء لله يا رمس هانم. أنا بس محتاج حد يجي معايا عشان نخلص الإجراءات. إجراءات إيه؟ أنا مش فاهمة أنت بتقول إيه؟ سما، عرفتي حاجة عن أختك؟ عرفتي هي فين؟ عرفتي أخبارها؟ أنتي السبب. عندك حق، عندك حق. أنا فعلاً السبب. أنا دلعتها زيادة عن اللزوم. ما كنتش بحب أزعلها ولا أقول لها لأ في حاجة. بس هي طول عمرها كده. ما أنتِ عارفة أختك كانت دايماً بتحب تضغط علينا لما بتبقى عايزة مننا حاجة. فالمرة دي بقى هي عملت كده مخصوص علشان تضغط عليا، عشان أوافق على جوازها من رامز. أصلا كانت فاكرة إن أنا هرفض وهفضل أقول لأ على طول، مع إن رامز مش وحش. بصي، كلميها وقولي لها إن أنا موافقة، وخليها ترجع وقولي لها إن أنا هعمل لهم فرح حلو قوي، وهجوزهم وهعمل لها فستان فرح تحفة ما حصلش، وهنرجع كلنا القاهرة مع بعض، ونعيش بقى كلنا هناك في السرايا مع بعض. مش كده كده أحسن يا شيخة؟ حرام عليكي، حرام عليكي. انتي اللي موتيها. استني يا سما، هو انتي مصدقه يا سما؟ انتي مش عارفاها؟ مش هي ده كانت دايما وهي صغيره بتعمل كده وتستخبى عشان تخوفنا؟ انتي السبب في موتها، انتي السبب. انتي اللي قتلتي بابا، انتي والبيضه. سما ارجوكي ما تخليش الصدمه، خليكي تقولي الكلام مش محسوب. اقسم بالله ما حاسبكم انتوا الاثنين، انا هاخد بيتار بابا وديما. شفتي يا سيرين، قال بيقولوا حاجة غريبة، بيقولوا إن ديما ماتت. أنا عارفة إنها ما ماتتش، هي أصل ديما طول عمرها من وهي صغيرة بتحب تعمل كده. كانت تعمل نفسها تعبانة وتقولي بطني وجعاني عشان ما تروحش المدرسة، كنت بصدقها. وبعدين كنت بقول لها طيب مش هوديكي، تعالي هوديكي وأوديها المدرسة، بس أنا عارفة إنها عايزاني أوافق على إنها تتجوز. روحي كلميها وقولي لها ترجع. حاضر. وأنا هوافق إنها تتجوز رامز وهعمل لها فرح حلو. هاتيها يا سيلين. حاضر حاضر حاضر. وهعمل لها فستان فرح حلو. حاضر، اهدي، تعالي هقول لها. هتجيبيها؟ هجيبها واقول لها على كل حاجة. اهدي بس. أنا موافقة إنها تتجوز رامز. حاضر، هقول لها إنك موافقة. حاضر. خليها ترجع. حاضر، هخليها ترجع. اهدي اهدي. Thank you.
يا سيدي انا لا فايقه ولا مسطوله، انا بس بحب اريح دماغي واعيش. بصراحه انا خايف على مستقبلي، حاسس كده ان كمال باشا هيرفدني بسببك. ما تقلقش، مامي هترجعك. امال هتعرف اخبار الشركه وبابي اول باول من مين؟ الله 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 الله، انت بتغلطي بقى. لا حرام عليك، اغلط ايه؟ ده انا حتى دماغك عجباني جدا. عارف يا سمسم، الدنيا دلوقتي كلها بقت مصالح، واللي ما يعرفش مصلحته فين يبقى عبيط. عندك حق، انا داخل بنفر في اي حاجه. بنت اسمعونا. سام اوعى تكون زعلت من اللي قالته سما، هي عصبيه والموقف اللي هي فيه خليها تقول اكتر من كده. معلش يا معذرة، انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اشوف ريماس بالضعف ده. ربنا يكون في عونها. انت عارف ان هم لقوا جثه ديما بعد 3 أيام في الميه متشوهه على الاخر؟ كانت جميله قوي قوي. الله يرحمها. سامي انت بتعيط؟ لا ابدا. طب ممكن عشان خاطري تهدى؟ عشان خاطري اهدى. ادعي لها. بعدين انا عايزه اقول لك على حاجه بقى، لازم اللي بينك وبين ريماس ينتهي، كفايه لحد كده. هي خلاص اكيد بعد اللي حصل ده مبقاش عندها طاقه، اتهدت. واحنا مهما كان مش شياطين برضو يا سامي. وعايزه اقول لك على حاجه بقى من الاخر، احنا لازم نسافر، نسيب البلد. انا وانت اهم حاجه ان احنا نكون مع بعض. انت عايز ايه؟ عايز ايه من الدنيا غير انك تشتغل كويس وتعيش كويس وتبقى مرتاح البال وانك تكون معايا؟ هنفضل لحد امتى نفكر في الفلوس ونجري ورا الفلوس وعايزين كل حاجه من الدنيا لحد امتى؟ انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا دي غير انك تكون جنبي وبس. كفايه بقى نفكر في ريماس وفي الخواجه وفي جمانه وفي القرف وفي الصراعات دي كلها. خلينا نبعد عن وجع الدماغ والفلوس اللي هتجينا بالطريقه دي، مش عايزينها يا اخي، مش عايزينها. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك. انا بحبك عشان انت عاوزه سامي، مش عاوزه اي حاجه تاني. انت الوحيده اللي حسيتي بيا، وانت الوحيده برضو اللي قدرتي تخرجي احلى ما فيا. انت مش وحش قوي يا سامي على فكره. انا اوحش مما تتخيلي. انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي ازاي اكفر عن اي حاجه انا عملتها. هو كل واحد فيكم بيدفع ثمن اخطائه، سواء انت او ريماس. انا هعمل اللي انت قلت عليه، انا هطلق ريماس واسيبها. انا مش عاوز اي حاجه خالص، السرايا ولا الشركه ولا اي حاجه خالص. انا كل اللي يهمني انا وانتي، وازاي نعيش اللي جاي من عمرنا بالطريقه اللي تناسبنا. كان عندك حق لما قلت لي لازم نسافر بره، واذا كان على قبولك الماليه انا هكتب كل فلوسي باسمي، تصرف فيها زي ما انت عاوزه. انت بتقول ايه؟ اللي انت سمعتيه. انا ازاي ما عملتش كده من زمان؟ ازاي؟ اقول لك ما تزعلش مني؟ قولي. عشان انت لسه قلقان مني. انا قلقان منك انت؟ ده انت الملاك الطاهر اللي ربنا بعته لي.
ديما انت كويسه؟ تيسا زعلانه مني؟ والله ما كنت اقصد، حقك علي، انا اسفه. اسفه بقى. بكرهك. يا ريتك انت اللي كنتي موتي مش هي. انت ضيعتي كل حاجه، ضيعتينا وضيعتي العيله، انت اللي دمرتينا، انت اللي خليتي سمعتنا بقت في الارض. مش هو ده كمال بيه اللي ما كانش عاجبك، اللي كنتي بتقولي ان هو ابن شوارع ولازم يرجع ليها تاني؟ بصي شوفي مين اللي دمرنا ومين اللي عمل فينا كل المصايب اللي احنا فيها دي. انت السبب في موت ديما، والله أعلم قتلت أبونا إزاي، ويا ترى مين فينا اللي عليه الدور؟ تجننت يا سما؟ أنت عايزة تقنعيني إن أنت مالكيش يد في اللي حصل ده؟ بكرة تعرفي إنك ظلمتيني وإن قلبي مكسور أكتر منك، بس ارحميني بقى، أنا أمك. أمي؟ يا ريتني كنت أقدر أختار، وأنا كنت اخترت أم غيرك. نفسي اغمض وافتح وما اشوفكيش قدامي. امشي روحي للانسان الحقير اللي اخترتيه مكان بابا. بابا اللي كان اطيب واحن اب في الدنيا. بس انا عايزه اقولك حاجه مهمه، انا مش هسيبك، انا هاخد بطار بابا وديما. يا فندم ايوه حضرتك جوه البار، اتفضل. شكرا. عفوا. سامي هو اللي قتل ديما يا رماس هنا، هو اللي قال لي ان دي الحاجه الوحيده اللي هتكسرك وتخليكي تعملي كل اللي هو عايزه. انا عارفه طبعا ان مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تكسرك، بس كان لازم اجي واقولك. أنا بصراحة برضو خايفة منه قوي قوي، بس في نفس الوقت ما أقدرش أسيبه، لأنه ممكن فجأة يتجنن ويعمل أي حاجة. ده شطان، لازم ناخد حقنا منه بس بالعقل زي ما هو بيعمل بالظبط. قال لي إن هو اللي طلب منها تيجي هنا، وقال لها إنه هيحصلها عشان يتفق معاها إزاي يخلص اللي بينك وبينه. خدها جوه الميه وشربها لحد ما سكرت عشان ما تقدرش تطلع ابدا، ورماها جوه البحر وفضل واقف لحد ما اتاكد انها ماتت. تخيلي، اللي زي سامي ده لازم يموت موتة الكلاب ومحدش ياخد فيه يوم واحد سجن. اوعى تضيعي نفسك، كفايه بقى لحد كده. وطار ديما أنا وإنتي هناخده. إحنا لازم ناخد حقنا منه بس بالعقل زي ما هو بيعمل بالظبط. قال لي إن هو اللي طلب منها تيجي هنا، وقال لها إنه هيحصلها عشان يتفق معاها إزاي يخلص اللي بينك وبينه. خدها
خدها جوه الميه وشربها لحد ما سكرت عشان ما تقدرش تطلع ابدا، ورماها جوه البحر وفضل واقف لحد ما اتاكد انها ماتت. تخيلي، اللي زي سامي ده لازم يموت موتة الكلاب ومحدش ياخد فيه يوم واحد سجن. اوعي أيوة تضيعي نفسك، كفايه بقى لحد كده. وطار ديما انا وانتي هناخده. بدور عليكي بقالي ساعة. معلش، أصل كنت عايزة أقعد لوحدي شوية. مالك فيه؟ متضايقة. من اللي حصل؟ من اللي حصل. أنا ممكن أكون طماعة، ممكن أكون بحب مصلحتي، بحب الفلوس، بس اللي حصل ده بجد بجد أثر فيا قوي قوي. رغم انها ما كانتش صاحبتك يعني. مش لازم تبقى صاحبتي عشان ازعل عليها، كفايه انها روح. مهما كان اللي بيننا وبينها، اللي حصل ده صعب مش قليل، ده موت. مالك انت كمان؟ زي ما يكون فكرتك بحاجه يعني. لا مفيش حاجه، بفكر في كلامك بس. فكرتني بحاجه وجعاني قوي. حاجه حصلت لي زمان. زمان قوي يعني، راحت مني أغلى إنسانة في الدنيا، كانت واقفة جنبي على طول وكانت سند لي. ماتت؟ راحت مني، مش قادرة أنساها، مش قادرة أنسى شكلها ولا أنسى صوتها. تطمن عليا، تقف جنبي، محدش وقف جنبي في الدنيا قدها. سارة محدش حسها صح ولا حبها زي ما المفروض تتحب، حظها كان قليل. سليم، انا كده ابتديت اقلق عليكي. سامي، هو انت عمرك ما اشتقت لحد ابدا؟ اشتقت لك طبعا. اشتقت لي؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد اي حد بشكل عام يعني، اي حد كنت تعرفه. مفيش حد في يوم من الايام اشتقى، ولا أنا حسيت إن هو قريب مني. أنا لوحدي عملت كل حاجة لوحدي. لما كنت بنجح كنت برضو بحتفل لوحدي. لما كنت بتصل بأي حد عشان يجي يحتفل معايا كان بيلاقي ألف بص. حسيت إن الناس اللي أنا أعرفهم إن أنا بعدت عنهم وهم بيهربوا مني. وأول بقى لما بقى معايا فلوس أي حد أتصل بيه كان يجيلي جنب استنى مني كلمة أو نظرة رضا. كل واحد فيهم كان عنده طلب، اللي عايز يشتغل واللي عايز يخرج واللي عايز يستلف واللي عايز يقعد معايا واللي عاوز يقرب مني علشان بعد كده يستفيد مني. لكن أنا بعترف لك، أنا كنت وحش. أيوة كنت وحش، كنت بستمتع لما بشوفهم بيقربهم مني غصب عنهم. كان نفسي ابقى فوق وبقيت فوق وهم تحت. كان نفسي اعلى واعلى، اعلى اكتر منهم وهم يفضلوا تحت تحت، يمعنين زي النمل. ولو كنت طول ادوسهم كنت دوستهم. معقوله قلبك اسود قوي كده يا سامي؟ مش انا قلبي الاسود، هم اللي خلوا اللي جوه قلبي اسود.
لكن انت اول ما جيتي وقابلتي حسيت ان في طاقه نور اتفتحت ممكن اخش جواها من غير ما اخاف. حسيت ان انا قريب منك ومصدقك رغم ان انت احيانا بتعملي حاجات انا مش فاهمها، لكن بقول انها طبيعيه. واحلى حاجه فيكي ان انت صريحه، بتقولي اللي انت عايزاه من غير لف ولا دوران، عشان كده انا بحبك وتاكدت ان انا بحبك. عارفه انا عمري ما استمتعت باغنيه ولا عشت مع فيلم اول مره امبارح، بس احس باغنيه سمعتها من زمان لكن عمري ما فهمت كلامها. ايه لو قابلتك من زمان كانت حياتي اتغيرت وكان اتغير كل اللي كان. سامي انا للدرجه دي اثرت فيك اكتر مما تتخيلي. انا عمري ما اتخيل انك تبعدي عني. انت لو بعدت عني انا ممكن اموت. انا كلمت يحيى بالنسبه للامور الماليه والشيكات اللي انت عايزاها بكره هتكون عندي، والمبلغ اللي انت طلبتيه بكره ان شاء الله هيتحط في حسابك. هتديني المبلغ كده بسهوله؟ مش بسهوله طبعا، دي اخر حاجه انا ممكن اعملها في حياتي. ليه؟ صعب انك تدي حد مبلغ كبير قوي كده؟ انت ما فهمتيش قصدي. صعب قوي ان انا اديكي قلبي وحبي، لكن انا عارف ومتاكد كويس قوي ان انت هتحافظي عليهم. ولو خنتني انا؟ ما انت عملتها مع ريماس، ما تزعلش مني يعني، انا عايزه اطمن بس. ريماس الحكايه كانت غلط من البدايه. ناوي تعمل معاها ايه؟ ولا حاجه، هسيب لها كل حاجه. انا عاوزك انت. طب وجمانة؟ مالها؟ هي عايزه تعرف مكانها فين من اللعب، خصوصا ان انت اللي هتركب بعد بهاء. تاخد المكان اللي هي عايزاها، انا مش عايز اي حاجه، انا كل اللي انا عايزه انت نبقى مع بعض. طب سامي انا عايزه اقول لك ان انا بفكر اسيب مصر. هبقى معاكي بس مش هرجع تاني. برضه معاكي، انا بحبك انت وعاوزك انت، مش عايز اي حد تاني. طول عمرك كنت انت اللي قريبه مني يا ديما. صحيح كنا كتير بنتخانق وكتير بزعل معاكي، بس انت كنت اقرب واحده لقلبي عشان فيكي مني كتير شبهي، تباني جامده بس قلبك ضعيف وطيبة وبتهربي من كل المشاكل. أنا أكتر واحدة عارفاكي. طبعا مش أنا أمك وإنتي بنتي حبيبتي. أكتر واحدة كنت عارفة إنتي نفسك في إيه. كان نفسك تبقي زيي سيدة أعمال كبيرة ومصر كلها تتكلم عنك. كان نفسك تعيشي كتير وتحبي وتتجوزي وتملي عليا الدنيا ولاد وبنات زي القمر زيك كده. انا هقوم اتمشى على البحر شوية، تيجي معايا؟ طيب خليكي براحتك. اللي زي سامي ده لازم يموت موتة الكلاب ومحدش ياخد فيه يوم واحد سجن.
أخلص منه إزاي؟ حسني هتجنن خلاص. ما انتي لازم تبقي مجنونة. أصل المجنون ما بيتحسبش على أفعاله، وإذا كان هو مجرم لازم نكون إحنا كمان شياطين. إزاي؟ لازم كل الناس تصدق إنك اتجننتي، مخك راح منك، عشان لو حصل وقتلتي سامي يبقى عادي، الناس هتقول إيه؟ مجنونة وعملت جريمة، يعني آخر الموضوع هتقعدي شهرين ثلاثة في المستشفى وبعد كده هتخرجي كأنك ما عملتيش أي حاجة خالص. عايزة أقولك على حاجة بقى، إن المستشفى وتقاريرها والدكتور اللي هيأكد ده عندي أنا، ما تقلقيش. وما تنسيش إن في سبب مهم وقوي جدا يخلي حالتك زي الزفت، هو موت ديما الله يرحمها. حبيبتي يا بنتي، أنا عايزة أقولك على حاجة بس مش عارفة هتصدقيني ولا لأ. قالها لي امبارح. قولي. هصدقك. قال لي إن ديما جات له هنا وقالت له إنها عرفت إن هو اللي قتل أبوها وإنها مش هتسيبه أبدا. عارفة قال لها إيه؟ قال لها إنه ما كانش لوحده وإن أنت كنتي معاه وعملتي كده. طبعا البنت ما صدقتش خالص وقالت له مستحيل أمي تعمل حاجة زي كده، وإنه لو جاب سيرتك تاني هتموته هتقتله. حبيبتي حبيبتي يا ديما. هددته، قالت له لو قربت من أمي أو فكرت تضرها أو تلمس شعرة منها أنا مش هسيبك. قالت له أمي دي ست محترمة، بنت السرايات والبشوات والبهوات، بنت الحسب والنسب، وإن هو حتة زبالة ما يسواش أي حاجة، وإنها مش هتسمح له أبداً إنه يلوث تاريخ العيلة ويلوث السرايا أو ياخد الشركة. قالت له أنت تعبان بتبخ سمك في أي حد. كانت بتحبك قوي. وأنا كمان كنت بحبها. طيب شوفي أنت عايزة نعمل إيه وأنا معاكي. هنفكر ونخطط سوا لحد ما نخلص منه. هتنزلي مصر؟ ماشي هنزل. أنا سمعت إن سما بتحضر لإجراءات نقل الجثة لمصر. أنت لازم تنهاري تماماً بعد الدفنة، تنهاري على الآخر. ساعتها بقى أنا هجيب الدكتور اللي هيؤمر بنقلك للمستشفى عشان كل الناس تعرف ان انت حالتك النفسيه والعصبيه متدمره. طبعا سامي مش لازم يعيش، كفايه عليه قوي اللي عمله فينا كلنا. سما انا حجزت تذكرتين طيران ليك انت ورماس هانم. انا مش هسافر معاها، وانا مش عايزه حد يكلمني في الموضوع ده ولا عايزه حد يكلمني في اي حاجه خالص. ولو سمحت لو انت حجزت لي طيران معايا روح غير الطيران ده. يا سما والله العظيم الوقت دلوقتي مش مناسب للكلام ده خالص. على فكره لا، على فكره بقى الوقت مناسب جدا لكل الكلام اللي انا بقوله ده. انا من النهارده بعتبر نفسي يتيمه الاب والام، ومش عايزه حد يكلمني في اي مواضيع وخصوصا الموضوع ده. ولو سمحت يا امير لو ممكن تكلم ايمان وخاله وتبلغهم باللي حصل، ولو ينفع حد فيهم يستنيني في المطار. عن اذنك. استغفر الله العظيم يا رب. بونجور حبيبي. بونجور مون امور. صباح الفل والسعاده كلها. انا عملت لك القهوه بنفسي. ها يا لا لا كده بقى كتير قوي عليا. بس حبيبي بقى بما انك قررت ان احنا نعيش في سعاده وتفاؤل، فانا قررت اعمل حركه جدعانه كده. انت من غير ما تعملي اي حركه، انت ست جدعه زي كل الستات المصريين. ايوه بقى انا قررت اسافر لغيماس. ليه؟ في حاجه حصلت؟ لا حبيبي انا فكرت كده شويه مع نفسي ولقيت انه احسن حل ناخد غيماس معانا ايطاليا. احنا نخلص كل المشاكل اللي هنا، مشاكل السرايا، مشاكل الشركه، نخلص من سامي ده خالص، هنطلقها منه. وبعدين البنات خلاص كبروا ياخدوا هم قراراتهم، صح؟ ما اعتقدش انها تسمع كلامك. لا حبيبي هتسمع كلامي. انا اعتقد ان ريماس لو حد قرب منها وكلمها بالراحه كده وفهمها هتسمع. هي لو تاكدت انه ساعات الانسحاب بيبقى قوه هتنسحب. عموما جربي يمكن. تمام كي. بونجور حبيبتي. صباح النور. احسن؟ الحمد لله. نمتي كويس؟ عامله ايه؟ صباح. ليه سايبني نايمه لغايه دلوقتي؟ ليه سايبني نايمه لغايه دلوقتي؟
شكلكم كده عايزين تقعدوا لوحدكم صح؟ نو حبيبتي، انا اللي قلت له يسيبك نايمه عشان ترتاحي. طب ايه يا خالو؟ مفيش اي اخبار؟ لا يا حبيبتي. طب وبعدين بقى؟ انا قلقانه قوي. ما تقلقيش، فيولا هتسافر وهتطمنا. انا جبت لك كوبايه حليب دافيه، انت محتاجه تتغذي قوي. حبيبتي ربنا يخليكي، انا كنت لسه هقول لك. انت تفكري بس وانا اخطفها كده وهي طايره. على فكره الغدا النهارده سمك، ايه رايكم؟ هايل يا نبيله، فسفور هايل. وجمبري. ها الجمبري ده اساسي. تمام. ده امير. امير؟ امير بيكلمك ليه غريب؟ مش عارف، يمكن عايز حاجه. الو؟ ايوه يا امير، اهلا وسهلا. انا كويس الحمد لله، كلنا كويسين خير. ايه بتقول؟ ايه في ايه يا خالو؟ ايه في ايه يا خالو؟ مالك؟ هقول في ايه؟ مالك اتغيرت كده ليه؟ قالك ايه في ايه؟ ديما. مالها؟ ديما ماتت. لا 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 لا، حضرتك بتقول ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انتحرت ديما. ما انتحرت، ما تقولش كده يا خالو. لا ما حصلش. اكيد اكيد. لا لا لا، ديما ما ماتتش. بعدي كده، انا هكلمها. ايوه ايوه، لا انا هكلمها. ايوه حبيبي، هترد عليا. ما تقولش ديما ماتت. ديما إيمان. إيمان حبيبتي، إيمان خوف خوف. خوف حبيبي، خوف. تعال معايا يا حبيبي. ها تعال معايا سيبها نايمة. اوكي؟ انا مش قادر اقف على رجلي يا فيولا. طب تعال معايا، انا عايز اتكلم معاك. مش عايز اتكلم، مش عايز اسمع حاجة خالص. فيولا من فضلك ما تسيبيش إيمان. لا حبيبي مش هسيبها طبعا، مش هسيبها، متقلقش. لازم اسافر، لازم هروح لرماس، لازم اعرف ايه اللي حصل. حبيبي هي سما جايه بكره. اوكي ما ينفعش تسافر. اوكي لازم تقعد تتكلم معاها. انا عارفه انت بتفكر في ايه. رماس جايه في طياره تانيه خالص. اوكي متقلقش. لا عايز اقعد لوحدي، عايز اقعد لوحدي. ليه اللي حصل ده بيحصل؟ ليه؟ ايه اللي كان ناقصنا عشان ما نبقاش عيله ناجحه وسعيده؟ كل حاجه توفرت لينا، عيله ليها تاريخ عريق مفيش زيها في الدنيا كلها، فلوس ملهاش حدود. ايه اللي خلانا نعمل في نفسنا كده؟ ليه ما بقيناش عايشين مع بعض؟
ليه متفرقين؟ كل واحد مننا حلمه بقى بعيد عن التاني، بقى في بيننا سور عالي محدش قادر يتخطاها، كراهية بقت مسيطرة على قلوبنا، قلوبنا اللي بقت فاضية من المحبة والسعادة زي ما يكون ما بقاش فيها نبض ولا حياة، ماتت. ديما الوردة الجميلة اللي محدش كان فاهمها ولا حاسس بيها، الموت قطفها وهي بتصرخ تمد ايديها عشان حد ينقذها، لكن للأسف ما بنفوقش إلا لما المصايب بتحصل. السرايا دي ما بقتش حلم زي زمان، بقت لعنة علينا كلنا. مرسي. طب الحمد لله يا ماما انك كويسة. أنا كمان طلبت من يحيى إنه يعمل لك أي حاجة تطلبيها منه. ما أنا عارفة إنه ما يتوصاش. لا ما تقلقيش. هانت. قربت خلاص. لا كل حاجة تمام. أكتر من اللي كنت بحلم بيه كمان. يعني على آخر الأسبوع بالكتير. لا ما تقلقيش، أنا كنت بروح أزورها على طول. المدفن زي الفل، اطمني من الناحية دي. حاضر، باي. مدفن مين؟ ها؟ دي كنت بتكلمي مين؟ لا أبداً يعني أنا عايز أعرف أنت كنت بتكلمي مين؟ أخاف أقولك تزعل. قوليلي أنت كنت بتكلمي مين؟ طيب وعدني بقى أنك هتفهمني صح وهتسمعني للآخر ومش هتتعصب علي. أنا ما بحبش الطريقة دي، دخلتها وحشة. كنت بكلم مامة جوزي الله يرحمه. انت مش قلت لي ان هو مدفون بره؟ اه بس احنا من 3 سنين نقلنا الجثة على هنا. طب وبعدين؟ مفيش، هي بقالها فترة يعني بتكلمني، خصوصا بعد ما توفى العلاقة بيني وبينها بقت احسن كتير، خصوصا بعد ما عرفت ان ليها ورث وان انا اديت لها فلوس من ورثها. هي ست تعبانة على فكرة وما بتتحركش من مكانها، ودايما توصيني ان انا اروح المدفن واطمن على المدفن واقول للناس اللي هناك ينظفوه. وانت بقى هتعملي الحكاية دي كتير؟ انت اتضايقت؟ ايوه اتضايقت من ردك عليا، واتضايقت اكتر عشان ما قلتليش. بس انا شايفاها حاجة بسيطة ومش مستاهلة يعني. اي حاجة تخصك مهما كانت بسيطة مهمة جدا بالنسبة لي. سامي انت بتغير من واحد ميت؟ انا بغير من نفسي. انا بجد مش مصدق، انت كل يوم بتثبت لي ان انا بعيش اجمل قصة حب في الدنيا. انا بحبك حب مفيش حد في الدنيا دي حبه. انا بعد كده مش عايزك تخبي عليا اي حاجة. ايه ده انت كده مش مصدقني؟ تحب اتصلك بيها؟ انا ممكن اخليكي تعملي كده، بس ده لو حصل هتتهز حاجات كتيرة قوي بينا. أنا مصدقك من غير أي حاجة. لا يا سامي أنت مش مصدقني. أنا عايزة أقول لك على حاجة، مفيش أي حاجة في الدنيا تخليني أكذب عليك. إيه اللي هيجبرني يعني؟ أنا جايز ممكن أكون بخبي عنك حاجات بسيطة خاصة بيا لأني عارفة إنك متهور وعارفة إن عقلك ده ممكن يوديك لمناطق بعيدة، لكن أكذب لأ. سامي زي ما أنا واثقة فيك لازم تكون واثق فيا. أنت رايحة فين؟ طلع الأوضة تعبانة عايزة استريح شوية، وبعد كده لما أصحى هكلم حماتي، قصدي اللي كانت حماتي، أقول لها تعمل لنا عزومة أنا وإنت، أحكي لها عنك وأقول لها إنك عايز تتعرف عليها وإنك عايز تشوف الست اللي أنا هربت مع ابنها واتجوزته لأنها زي أمي بالظبط. ساعتها بقى لما تشوف كل حاجة بعينيك أكيد هتطمن. أنا مقصودش والله. لا تقصد، انت بتشك في كل الناس حتى اقرب الناس ليك يا سامي، وده اللي تعبك، وانا بالشكل ده مش هعرف اعيش معاك بجد، ده صعب عليا. انا اسف، ما تزعليش. انت كل مره تغلط وكل مره تقولي اسف وما تزعليش. طب عشان خاطري. طب انت عارف ايه اجمل حاجه في اللي حصل ده؟
ايه هي؟ انا عرفت انت قد ايه بتغير علي وقد ايه بتحبني وقد ايه انت عبيط. في حد يغير من واحد مش موجود في الدنيا يا عبيط يا عبيط؟ انا فعلا عبيط. ليه بقى؟ عشان حبيتك. يبقى انا كمان عبيط عشان حبيتك. يلا يلا. تكرهوني للدرجة دي؟ طب انتوا عايزين ايه؟ والله يا مامي انا مش عارفه اقول لك ايه، بجد انا مش عارفه اقول لك ايه. يعني زمان اي اب وام كده تيجي تساليهم على اولادهم يقول لك انا عارف ابني بيفكر في ايه، انا عارف ابني عايز ايه، انا فاهم ابني كويس. يا ترى بقى مامي انت فاهمانا كويس وعارفه احنا عايزين ايه؟ طب ادوني فرصه اصلح اللي حصل. مش مستاهل، عشان اللي حصل صعب قوي يتصلح. ما هو مهما حصل انا امكوا، يعني مش بصلة الدم هي يا ماما، عادي. ما هو يوسف اهو مامته وبابا خلفورا. الأمومة مش بالخلفة يا ماما، الأمومة انك تحسي انك أم. اوعي تقولي كده، انت لازم تبقي متأكدة ان انتوا عندي أغلى حاجة في الدنيا. كلام، كل ده كلام. قولي لي يا ماما، هو انت عملت لنا ايه يعني عشان يحسسنا اننا اغلى حاجه عندك؟ كنت عايزه اتجوزي سما العاطف بالعافيه عشان سامي فرض عليكي كده، حتى لو هي مش عايزه؟ صح، خليتي سما وايمان يبيعوا نصيبهم عشان ما يخشوش الشركه تاني. ولما انا جيت اقول لك يا ماما قولي لي حقي ايه، يا ماما عايزه اعرف ليا ايه، يا مامي مش هتنازل، انت سايبه، انت ما بتحترميش العيله. انت عارفه يا مامي، السما اللي انت عايزه ترميها في الشارع دي دلوقتي زنت علينا قد ايه عشان تنفذ لك اللي انت عايزاه؟ عارفه فضلت تزن على ايمان قد ايه عشان تنفذ اوامرك؟ كنت كل ما اقول لها لا تقولي لا، دي مامي لازم نعمل لها اللي هي عايزاه. لو قالت لك ارمي نفسك في النار ترمي نفسك في النار. عارفه لما قلت لها لا قالت لي ايه؟ قالت لي انها مستعده تعمل اي حاجه عشان خاطرك. قالت لي ان هي عايزه تعمل لك اي حاجه ما تحسسكيش انك ضعيفه. قالت لي عارفه يا ديما، ماما لازم تحس ان هي قوية وان الشركة لسه زي ما هي حتى بعد ما بابي مات. والله مش مصدقة. انتي زعلانة يا ماما؟ طب انتي زعلانة ليه؟ زعلانة عشان حاسة إن إحنا بنفلت منك واحدة ورا التانية؟ زعلانة عشان ريماس هانم مش عارفة تسيطر على البنات؟ ولا زعلانة علينا؟
ديما أنا بس عايزك أنت وأخواتك تبقوا متأكدين مهما حصل أنتوا عندي أغلى من روحي. كل ده كلام يا ماما. أنت كمان على فكرة كنتي أغلى حاجة عندنا. أنا السبب فعلا، أنا السبب في موتها، أنا اللي لازم أتحاسب على موتها. أنا السبب فعلا، أنا السبب في موتها، أنا اللي لازم أتحاسب على موتها. ديما ماتت وأنا اللي عايشة، ليه؟ يا ريتني أنا اللي مت، كانت كل المشاكل اتحلت ساعتها. بس لا لا، مش عايزة أموت قبل ما أخد حقي وحق بنتي. البقاء لله. أنا آسف جدا على اللي حصل. شدي حيلك وربنا يكون في عونك. رمس، ممكن أقعد ونتكلم مع بعض شوية ولا لا؟ عايز تقول إيه؟ عاوز أطمن عليكي. طمن، أنا كويسة بس ما بقتش عايزة أي حاجة من الدنيا. اعمل أنت عايزه يا سامي. أنا مش هتكلم على اللي أنا عايزه ولا أنت عايزاه. أنا جاي أكلمك في حاجة تانية خالص. أنا هسيب مصر وأسافر. ده الكلام اللي اتفق معايا عليه، إنه هيسيب مصر، مش عايز يشتغل هنا. لا، ولا هيشتغل مع عاطف ولا مع غير عاطف. كده الطريق بقى مفتوح لك يا جومان. عيشي، اعملي اللي انت عايزاه. ريماس، مين اللي تبع لك الشركة؟ انت اتجننتي؟ بعدين انت ناسية الشركة تحت الحراسة. يا سلام على ان ريماس هتسمع كلامي قوي يعني. انت عايزاني اخليها تقنع البنات. بص يا حبيبتي، لو عايزة الشركة يبقى مش ريماس، يبقى سما، لأن بناتها خلاص مش طايقينها، مش هيسمعوا كلامها تاني. دول مش عايزين يعيشوا معاها كمان، معتبرين إن كل حاجة وحشة حصلت لهم هي السبب فيها. فاهماني؟ سامي، بعد إذنك. ممكن اعرف انت ما بتردش على التليفون ليه؟ سبته في الاوضه. وجاي عشان تقعد مع ريماس؟ انا كنت جاي علشان. علشان ايه؟ ولا ناوي تسيبني وترجع لها؟ ولا صعبت عليك؟ قلبك حن لها؟ قول. انت بتقولي ايه؟ على فكره تصرفاتك دي بدات تقلقني. اسمعيني، انا كنت جاي اعزيها واقولها كمان ان انا همشي واسيب مصر. وانا المفروض بقى اصدق الكلام ده صح؟ سيلين، استني يا سيلين. سيلين، سيلين استني، انا عاوزك. سيلين من فضلك استني. طب ممكن افهم ايه اللي حصل؟ انت مالكش كلام معايا من النهارده. انا عاوز افهم ايه اللي حصل. ايه اللي حصل وانت مش عارف ايه اللي حصل؟ هتستعبط ولا ايه؟ ايه الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي؟ هي دي الطريقه اللي تنفع معاك؟ وبعدين انت جاي ورايا ليه؟ ما تروح لها، خدها في حضنك، طبطب عليها. مش مراتك ولا ايه؟ حقها عليك يعني، روح لها بدل ما تندم. انت بتغيري من رماس؟ انا اغير من رماس؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش فاهم اي حاجه خالص. امال ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ اللي انت شايفه قدامك ده هي الحقيقه اللي بحاول اغمض عيني عنها، بس دايما بلاقيها بتتنطط قدامي. طب ممكن نقعد نتكلم؟ مش عايزه اتكلم، انا مش عايزه اتكلم معاك، ومش عايزه منك اي حاجه، وهسافر دلوقتي حالا، هسيب لك البلد، اقول لك انا هسيب لك مصر كلها. بطلي جنان بقى. جنان؟
هو انت لسه شفت جنان؟ ده انا هوريك الجنان اللي على اصوله كمان. طيب تعالي نقعد ونتكلم. يا اخي مش عايز اتكلم، بقول لك انا عفاريت الدنيا كلها بتتنطط قدامي وهسافر دلوقتي حالا. مين هيسمح لك انت تسافري؟ ومين اللي هيمنعني ان شاء الله؟ انا طبعا. بأمرت ايه؟ بأمرت ان انا بحبك وانت بتحبيني. لا انا بحبك ولا انت بتحبني، انا اصلا كنت بضحك عليك، جاي اخد منك فلوس وامشي. يا سلام، ولا جاي ياخد مني فلوس ويمشي بالبساطه كده؟ عايز ياخدها مني؟ اه ببساطه كده، انا مجنونه ولما بتهب مني بقول اي حاجه. انت احلى مجنونه انا شفتها في حياتي. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمه. والله العظيم بحبك اكتر من نفسي صدقيني. تعالي اقعدي، تعالي تعالي. وانت فاكرني رماس هتضحك عليا بكلمتين؟ سيرين انت لازم تسمعيني. مش عايز اسمع ولا كلمه. برضو لازم تسمعيني. نعم، عايز ايه؟ والله العظيم اقسم بالله انا رحت علشان اعزيها. انت نفسك هي صعبت عليكي ودموعك نزلت علشانها. تصعب عليا انا لكن تصعب عليك انت لا. يا بنت اطبطب انا عليها انت لا. يا بنت الحلال يا بنت الحلال، مش انت قلتي خليك كويس معاها وخلص الحكايه؟ يا سلام، وانت ما صدقت. طب انت عاوزه ايه دلوقتي؟ مش عايزاك تتكلم معاها خالص. حاضر. وتطلقها؟ نعم. ايه ان شاء الله؟ كنت ناوي تتجوزي من غير ما تطلقها؟ انا هطلقها بس شويه كده. ايه بقى اللي شويه كده؟ يعني شويه كده ليه؟ شويه كده سيلين علشان الظرف اللي هي فيه. يا حرام، خايف عليها قوي؟ ما تخافش مش هتتصدم، هي اصلا مش فارق معاها. خلاص انا هعمل كل حاجه علشان خاطرك، بس اهدي. اهم حاجه دلوقتي نحدد ميعاد الفرح ومش هقبل اي عذر. مصمم يعني؟ طبعا مصمم. لما تطلقها الاول. حددي ميعاد الفرح. لما ننزل مصر. اول ما هنزل مصر انا هطلق رماس. ثاني انا لو اتجوزتك وحسيت انك بتعرف واحده تانية او عقلك يقولك يعني انك تقعد مع دي او تضحك مع دي او تهزر مع دي انا هقتلك. انا اقدر واللي يحب سنين يبص لواحده تانية؟ انت. انا؟ انت ليه مش واثقه فيا؟ عشان انت تعبان يا حبيبي، بتموت في الستات وتاريخك يشهد بكده. اضمنك منين انا؟ قلبي معاكي. قلبك كبير قوي يا روح. انا مش وحش قوي للدرجه دي، انا بقالي ساعه عمال اتحايل عليكي، عاوزه ايه تاني؟ شفت شفت شفت، ما صدقت عشان تقلب عليا، مش قادر تستحملني. لا بقى خلاص بقى كفايه كده. ايه ده؟ انت بتتلكك عشان تسيبني ولا ايه؟ قول قول ان انا مش فارقه معاك. طب انت عاوزه ايه؟ خلاص احنا نمشي بكره من هنا. الله، ده انت اللي صممت ان احنا نيجي هنا. انا كنت جايه عشان حاجه معينه وخلاص. شفتي انا بريء من كل افكارك، انا راجل دغري. انا عندي خبر حلو قوي ليكي. خبر ايه؟ المبلغ اتحول باسمك. مبلغ ايه؟ اللي انت طلبتيه. ميرسي، متشكره قوي. انا هطلع البس بقى عشان خارج اسهر. وانا كمان هطلع. انا كمان. تطلع فين؟ انا خارج اسهر لوحدي عقابا ليك، عشان زعلانه منك هسهر لوحدي. طب لو قلت لك علشان خاطري برضه؟ لا. يا 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 سيلين، الحب بهدله. ماشي ماشي يا سيلين. لما خلفتك يا ديما كل الناس كانت بتقول انك شبهي. اكتر واحده في اخواتك كنت شبهي، حتى لما كبرتي بقيتي شبهي اكتر، مش بس في الشكل، لا في كل حاجه، في التصرفات، طريقه التفكير، حتى في العصبيه. كنت اقرب واحده ليا. بفكر في ديما، السنين جريت بسرعة قوي، فجأة كبرت لسه بفتكر يوم ما خلفتها كأنه امبارح. كانت أكتر واحدة في البنات شبهي، مش في الشكل لأ،
في التصرفات وفي الروح في التفكير في القوة. مفيش بيهم معها حاجة ولا بيهم معها حد. اللي هي عايزة بتعمله كانت جامدة، وأبوها كمان كان بيحبها قوي، كان بيدلعها أكتر واحدة في إخواتها. بس أنا زعلانة من كمال قوي قوي. زعلانة منه ليه؟ كل اللي حصل ده بسببه، محدش عارف إن كل ده بسببه. ناس فاكرة إن أنا اللي بغلط، فاكرة إن كل حاجة بسببي أنا. هو اللي غلط، سابني وساب البيت والبنات والشركة والشغل، ساب سنين عمري اللي اديتها له، راح يتجوز بنت صغيرة. ايه؟ اتجوز مين؟ بنت معرفش عرفها منين، ملهاش لا اصل ولا فصل، وسابني انا. لا ملوش حق طبعا. هو ملوش حق، بس عمل حق لنريمان. هي كان اسمها نريمان؟ كانت حامل هتجيب له ولد، ولد كان نفسه فيه، وانا كل مره كنت اخلف له بنت. هو اصله من الارياف، بتوع الارياف بيحبوا الصبيان. بس انا كمان غلط، كان لازم افضل احبه زي ما هو، حاولش اغيره. لما حاولت اغيره قتلتي؟ لا مش انا اللي قتلته، سامي اللي قتله. صدفة، كناش قصدينها، خناقة وغلطة. ونريمان؟ نريمان مسكينة، ملهاش ذنب في حاجة. أنا وسامي قتلتوها. سامي قال لي لو ما قتلناهاش وخلفت ولد هخسر كل حاجة، وأنا كنت كاتبة كل حاجة لكمال. في الآخر كان ابنها هيورث مع بناتي واحدة من الشارع. بس ربنا انتقم مني. أخذ مني أكتر واحدة في بناتي حبتها، دواني قهرة القلب زي ما قهرت قلب أهلها عليها. الله يرحمها، يرحم بنتي. سلامة. امسك حبيبي. سلامة ما بتردش يا يوسف. ابني هي مش قالت ان هي هتيجي بكره؟ معدم ردها ده بيقلقني يا اخي. سلامة بص الظروف اللي احنا فيها، احنا ما فيش حد فينا على طبيعته. طبيعي ان هي تبقى حاسه ان هي مش عايزه تتكلم مع حد دلوقتي. يا ابني ده انا ابتديت اشرب سجاير. اكيد هتكلمك ما تخافش. يوسف؟ تفتكر ايه اللي يخلي واحدة زي دي ما تنتحر؟
لا ما اعرفش طبعا يا سلامة. انت عارف ديما يعني كانت دماغها مش فيها، ومحدش عارف دماغها دي كانت بتفكر ازاي ولا فيها ايه. الله يرحمها بقى. انا مش صح على فكرة، مفيش داعي تتكلم مع يوسف كاني واحد بعيد عن العيلة او اني مش فاهم اي حاجة. انا بقول ديما كانت عارفة حاجة ما كانش حد عارفها، وهو ده اللي خلى الدنيا تسود في وشها. ايه يا عم سلامة، في ايه جو المؤامرات اللي انت عايش فيه ده؟ وبعدين ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ازاي بعملك يعني على ان انت واحد مش من العيلة؟ انت مجنون؟ ويا سيدي هنفترض ان هي عرفت حاجة، ايه اللي ممكن تكون عرفته اللي يخليها تنتحر؟ مش عارف بقى اقول ولا ما اقولش، ولا اقول اللي بيدور في دماغي، ولا اللي في دماغي ده اساسا جنان. بصراحة سلامة، لو انت حاسس ان اللي في دماغك جنان يبقى ما تقولوش حسن. يبقى انت بتفكر في نفس اللي انا بفكر فيه صح؟ يا عم بفكر في ايه بس؟ انت عايز ايه دلوقتي يا عم سلامة؟ انا قاعد بتكلم معاك يوسف في ايه؟ يا عم هو ايه اللي فيه؟ انا فتحت بقي؟ انت عايز تتخانق وخلاص؟ لا بس مش لاقي حد اتكلم معاه، بتكلم معاك انت يا يوسف. فضفض معايا يا اخي. طيب عايز ايه؟ ريماس هانم. سلامة، في مواضيع كده احسن لنا ما نتكلمش فيها بدل ما تتحسب علينا. جري يوسف، انت خايف تتكلم ولا مش عايز تتكلم ولا مش عايز تصدق اساسا؟ يا ابني مش عايز اصدق ايه بس؟ انت ايه اللي انت عايزني اصدقه؟ مش فاهم. ان ريماس هانم ليه يد في موت كمال بيه. ايه سكت ليه؟ طيب اسمع اللي انا هقوله لك ده وافهمه كويس قوي. في حاجات كده لما بتحصل حوالينا لازم نغمض عينينا عليها ونعمل نفسنا مش عارفينها. لو عملنا نفسنا فاهمينها وعارفينها هتأذينا وهتضرنا مش هتنفعنا. مش فاهم يعني ايه. انت بتحب سامع ولا لا؟ سكت ليه يا ابني؟ انت هتخرس دلوقتي. اه بحبها. طيب طالما بتحبها وشايف ان هي الوحيده اللي تنفعك في الحياه، يبقى لازم تبعد عن مشاكل الصرايا دي خالص، ولازم تعمل نفسك اكنك مش شايفها، ولازم تبعد سما وتبعد انت معاها عن اي اذى ممكن يجيلكم من ورا البيت ده. يبقى انت عندك نفس احساسي صح؟ يا ابني هو انا بقول في ايه وانت بتقول في ايه؟ بقول لك لازم تبعد تقول لي احساسك نفس احساسي. هو انت ناوي على ايه يا يوسف؟ يا سيدي سيبك مني، انا هتصرف. بس لو بتسالني على نصيحتي، انا شايف انك تتكلم مع رؤوف بيه. بقى انا متاكد ان هو ممكن يظبط لك فرصه وتهاجر انت وسامة وتروحوا ايطاليا. انت يا ابني مش كنت عايز تهاجر؟ هي اللي كانت عايزه. الله، طب ومالك متضرر قوي كده ليه؟ يا ابني هو حد لاقي؟ ده الناس كلها عايزه تهاجر وتسيب البلد. سلامه اسمع مني، خدها وابعده عن الاذى اللي هنا. وبعدين يا ابني انت طباخ شاطر، وايطاليا دي بلد الاكل اصلا، يعني اكيد هتلاقي مليون فرصه هناك انك تشتغل في الحاجه اللي انت بتحبها وتبني نفسك. اهرب يعني يا يوسف؟ اهرب ايه يا غبي؟ انت بتفهم منين يا ابني؟ بقول لك خد البنت اللي انت بتحبها وسافروا وانبسطوا وعيشوا في تبات ونبات، تقول لي اهرب؟ يعني انت معايا ان ريماس هانم ليها يد في موت كمال بيه؟ ولسه لما تعرفي باقي اخباري هتتبسطي قوي. ايه قوليلي؟ انا هعمل شركه. برافو بجد؟ ايوه بجد، وجاي عشان اخدك معايا. ايه ده، واحنا هنسيب ماما ولا ايه؟ لا طبعا هنسيبها، ليه؟ هناخدها معانا. ايوه بس هو يعني الموضوع مش في ماما برضو. اه الموضوع في ابوكي، سيبيه لنا الطلعه دي. بصراحه كده الموضوع برضو مش في بابا. انتي مش عايزه تعيشي معايا ولا ايه؟ انا اختك، احنا مش من ام واحده ولا ايه؟
انت مخبيه عليا حاجه صح؟ بصراحه هو في حاجه كده بس يعني مش عارفه اقولها لك ازاي. طب ما تقولي على طول. انا هتجوز. بجد؟ طب ما ده خبر حلو قوي بقى، ده يخليكي تلفي وتدوري وتعملي الحركات دي كلها. انا اتبسطت قوي بجد. بقول لك ايه، شهر العسل عليا، هخليكي تلفي الدنيا كلها. سيلين انا كنت جايه لك برضو علشان اخد رايك في الجوازه دي. مش فاهمه يعني، هو في مشكله يعني؟ هو مش قد كده ولا ايه؟ لا لا بالعكس، ده انسان محترم جدا وسمعته كويسه قوي وكمان غني. طب امال ايه المشكله؟ متجوز. طيب انا هستأذنك بس عشان اجيب مهدئ واجيب كوبايه ليمون واعمل لك انت قهوه عشان تفوقي. بقول لك ايه، لو فضلتي تتكلمي معايا كده مش هكمل كلامي. ومتجوز يعني مخلف؟ مخلف قد ايه بقى ان شاء الله؟ تلات بنات. يا نهارك اسود، ومنيل ب60 نيله. لا طبعا، بس انا بحبه. هو كذاب. انت تعرفيه منين عشان تقولي عليه ان هو كذاب؟ لو كان حب مراته اللي خلف منها ما كانش حبك. لا بس هي ست اصلا مش كويسه. هو طبعا اللي قالك كده. الراجل اللي يقول على ام عياله كلام زي ده يبقى راجل كذاب. مش هو اللي قالي. امال مين اللي قالك؟ انا فهمت كده من كلامه. ناريمان، انت جايالي عشان تاخدي رايي ولا جايالي عشان اقولك اعملي اللي انت عايزاه؟ انا محتاره مش عارفه اعمل ايه، بس بصراحه بحبه. بيضحك عليكي؟ لا على فكره بقى، انت مش جايالي عشان تاخدي رايي ولا حاجه، انت جايالي وانت مقرره وعارفه كويس قوي انت عايزه تعملي ايه. انت بس يعني عايزانا كلنا نقولك اوكي عشان تبقي مرتاحه نفسيا. بس انا عايزه اقولك انك حره، تقدري تعملي اللي نفسك فيه واللي انت عايزاه. في الاول وفي الاخر انت اختي، وانا اكيد هبقى مبسوطه لو انت مبسوطه. مفيش اي حاجه في الدنيا تسعدني غير اني اشوفك سعيده. هو في موضوع تاني برضو عايزه اقولك عليه. خير؟ متجوز واحده تانيه ولا ايه؟ لا هو اكبر مني. اكبر منك بقد ايه يعني؟ ما هو طبيعي يا حبيبتي يبقى اكبر منك. ايه 3 سنين مش قصه يعني، ده طبيعي جدا. لا 30. مش موافقة، ده قد أبوكي يا بنتي. وإيه اللي يمنع؟ اللي يمنع إنك هتندمي بعد كده. لا مش هيحصل. وحياة أمي وأمك هيحصل. أنا مش عارفة أنت جاية عليه قوي كده ليه؟ جاية عليه عشان أنت قد بناته، وبعدين في مصيبة أكبر أنت ناسياها، مراته دي ست قوية، لو عرفت إنك اتجوزتي جوزها هتعمل فيكي إيه؟ مش هتسيبك. لا ما إحنا أنتوا إيه؟ أنتوا إيه قوليلي؟ مصيبة لا تكوني بتفكري تتجوزيه في السر كمان. ده وضع مؤقت. وضع إيه؟ ناريمان، انت لو عملتي كده انا مش هعرفك تاني، فاهمه ولا لا؟ في ايه؟ صوتك رعبني. انا خايفه قوي، مش مطمنه، حاسه كده انه كمال مش هيعمل اللي احنا اتفقنا عليه ويعلن جوازنا. وانت فاكره انه كان هيعمل حاجه غير كده؟ اللي بيبتدي بدايه غلط بينتهي نهايه غلط، وانا قلت لك الكلام ده من الاول. على فكره مش هو اللي قال لي. امال مين اللي قال لك؟ سامي السكرتير بتاعه. وانت ايه علاقتك بالسكرتير بتاعه يا ريمان؟ سامي ده في ايده كل حاجة وقريب منه قوي، ده حتى هو اللي جوزنا لبعض. كل حاجة من الأول كانت غلط،
جوازك منه أكبر غلطة عملتيها في حياتك. أنت مش فاهمة حاجة يا سيلين، أنا كنت محتاجة الكمال قوي في حياتي، كنت محتاجة لحد أترمي في حضنه وأحس معاه بالأمان، محتاجة لحد يكون واقف في ظهري. ولا كنت محتاجة إن هو يلعب دور الأب في حياتك؟ هو ده غلط؟ آه غلط، لأن علاقتك بكمال مختلفة خالص. بس أنا ببقى مبسوطة قوي وأنا معاه. أنت مريضة، أنت كنت محتاجة دكتور نفساني. أنا اللي غلطانة، أنا اللي سبتك تتجوزيه، أنا اللي غلطانة. عارفة المشكلة في إيه يا سيلين؟ أنا حاسة إن مراته بتتحكم في كل حاجة. ما أنت كان لازم تعرفي من الأول إن بيته ومراته وبناته رقم واحد، وأنت طول عمرك هتفضلي رقم اتنين. أنا تعبانة قوي. طب بقولك إيه يا حبيبتي، أنا مسافرة بكرة، ما تيجي كام يوم تقعدي معايا وتغيري جو شوية. بس هقوله إيه؟ يعني إيه هتقولي له إيه؟ قولي له مسافرة لأختي أقعد معاها شوية، إيه المشكلة يعني؟ أصل يعني كمان ما يعرفش إن أنا ليا أخت. ليه بقى إن شاء الله؟ ماما يعني خافت تقوله عليكي لحسن يسأل عنك يعني، ويعرف إن أنت هربتي مع اللي بتحبيه، وخافت يعني يسيبني. والله يعني أنا دلوقتي بالنسبة لكو عار. سيلين خلاص خلاص، بصي عايزة تيجي أهلا وسهلا، مش عايزة تيجي براحتك. ناريمان أنا عايزة أقولك على حاجة، أنتي أختي وأختي الوحيدة كمان من دمي. أنتي ما تعرفيش أنتي بالنسبة لي إيه، أنتي كل حاجة، أنتي أغلى الناس عندي. لو احتاجتي أي حاجة في يوم من الأيام أنا جنبك. اوعي طول ما أنا عايشة تحسي بخوف أو قلق، اوعي حد يكسرك أو يضايقك. لازم تعرفي إن أنا موجودة، أنا ظهرك في أي وقت. يا بنتي أنتي حتة مني. ادخل. ايه يا ايمان؟ يا حبيبتي لازم تنام وتستريحي. مش قادرة. يا حبيبتي العياط والحزن ده مش كويس عشان اللي في بطنك. انا عارف ان فراق ديما صعب عليكي ومؤثر فيكي وفينا كلنا، ربنا اللي يعلم. بس صدقيني يا حبيبتي ده أمر الله، مفيش في إيدينا حاجة نعملها. خالو أنا عايز أسألك على حاجة. قولي يا حبيبتي. هو أنت يعني شايف إن ماما ممكن يكون ليها يد في اللي حصل لبابا؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ مين اللي قالك كده؟ حبيبتي ازاي الفكرة دي تيجي في دماغك اصلا؟ مش عارفة بس اكيد لا، اكيد الكلام كدب صح؟ اه طبعا كدب كدب. ايمان يا حبيبتي ما تخليش الافكار السوداء تسيطر عليكي، ولا الاحداث اللي بتحصل دي تخلي عقلك يروح لبعيد وتفكري في الحاجات الوحشة ديت. ممكن أعرف اللي حصل؟ ما تبصوش لبعد كده، أنا متأكدة إنه في حاجة حصلت. والله ما حد قال لها أي حاجة. يا
يوسف انا حابه افهم منك، انت عارف ان حملها صعب واي حاجه ولو صغيره بتاثر فيها. عارف طبعا. طب ايه؟ سلامه، ممكن تقولي ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه، كنا بنتكلم عن ديما فواضح ان ما افتكرتها تعبت بس. انا مش مصدقاك اوكي، وانا مش من النوع اللي بيسال كتير، انا عارفه انه في حاجه حصلت. مش مهم، مش عايز اعرف حاجه، المهم تخلي بالك منها كويس اوكي. رايحه فين؟ داخله تامن على امان. لا 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 سيبيها، هي هتنام دلوقتي. في ايه؟ في حاجه مزعلها؟ لا ابدا، هي موت اختها طبعا ما اثر فيها. رؤوف انا مش غبيه. في ايه رؤوف؟ انا مراتك حبيبتك، قولي في ايه رؤوف؟ في ايه؟ في حد فاهم البنت نريماس؟ اني غماس هي اللي قتلت كمال مش كده؟ رايحه فين؟ داخله تامن على امان؟ لا 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 سيبيها، هي هتنام دلوقتي. في ايه؟ في حاجه مزعلها؟ لا ابدا، هي موت اختها طبعا ما اثر فيها. رؤوف انا مش غبيه. في ايه رؤوف؟ انا مراتك حبيبتك، قولي في ايه رؤوف؟ في ايه؟ في حد فاهم البنت نريماس؟ نريماس هي اللي قتلت كمال مش كده؟ صباح الفل والجمال والورد والياسمين على احلى عيون في مصر. ايه ده ايه ده ايه ده، شكلك مبسوط. طول ما انت في حياتي هبقى سعيد جدا ومبسوط. انا جهزت كل حاجه عشان نسافر النهارده. ايه انت عايزه تقعدي هنا؟ لا لا خالص، انا مش عايزه اقعد، انا بس كنت عايزه اعرف منك حاجه، تقول لي هي ولا لا. ايه انت كنت عارف ان ريناس مسافره النهارده؟ يا دي ريناس والله العظيم ملهاش وجود دلوقتي حتى في حياتي. طب ايه ده؟ في ايه؟ على فكره انا كده كده كنت هطلب منك ان احنا نسافر النهارده. صحيح كنت هنسى، انا كلمت مع جمانة وقلت لها ان انت خلاص ناوي تسيب كل حاجه هنا وتسافر معايا. انا كنت هقولها كده فعلا. وفي حاجه كمان. اللي هي ايه؟ انا عايزه اقول لك ميرسي قوي. على ايه؟ انا عرفت ان تحويل البنك وصل والمبلغ دخل حسابي. هو انت كنت شاكه في كده؟ لا طبعا، انا متاكده انك صادق. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا كمان صادقه معاك في كل كلمه بقولها. الله عليكي، عشان كده انا بحبك قوي قوي. مش قد ما انا بحبك خالص. مدام نبيلة، أستاذ رؤوف فين؟ أنا كلمته وأنا في المطار. حالا هبلغه. شد حيلك يا حبيبي. أهلا أستاذ أمين. بقاء لله. بقاء لله. عايز حضرتك في كلمة بس. اتفضل.
سما كانت عايزة ديما تدفن قبل ما ريماس هانم توصل. هي اللي قالت لك كده؟ أيوة، وأنا بصراحة مش عارف أعمل إيه. خالي لو سمحت، أنا مصممة إن ديما تدفن من غير وجود ماما. ممكن تهدي وتطلع تستريحي فوق لغاية أنا ما أتكلم مع أمير؟ لو سمحت يا خالي، الموضوع ده ما فيهوش كلام تاني، خلص الموضوع وانتهى. لسه ما حبيتش، تعالي معايا. مش هطلع فوق يا دادي غير لما نتفق ويحصل اللي انا عايزاه، ولو ما حصلش انا هعمله. طب تعالي بس معايا وكل اللي انت عاوزاه هيتعمل. تعالي. نبيله. يا فندم. خليكي جنبها لغايه ما تهدى. حاضر. اتفضل يا زوز. سما مالك؟ شفتي اللي حصل؟ طب وانت ليه جيتي لوحدك وسبتي ريماس هنا؟ انا مش عايزاكي تجيبي سيرتها ابدا، مش عايزه حد يكلمني في الموضوع ده، انت فاهمه؟ طب بس في ايه؟ اهدي، ايه اللي حصل؟ قلت لك ما تكلميش في اي حاجه، مالكيش دعوه باي حد، وانت ايه اللي معادك هنا اصلا؟ امشي، اطلع بره، يلا بره. طب بره، مش عايزه اشوف حد هنا خالص. ريماس، أنا عايز أتكلم معاك شوية. رؤوف، مش وقته كلام دلوقتي، شكلها منهارة، اطلب دكتور أفضل. استني بس تريح الاول. انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره. ايه يا سما؟ ايه يا سما اللي انت بتقوليه ده؟ سما سما تعالي معايا، انا عايزه اتكلم معاكي. يا انت عايزه مننا ايه بعد اللي عملتيه؟ وايه اللي انا عملته؟ لا والله، ايه اللي عملتيه؟ الكلام ده تقوليه لحد غيري خالص. اما انا اتاكدت من اللي في دماغي خلاص. ايه اللي في دماغك يا سما؟ انت عارفه كويس قوي انا اقصد ايه. انت سبب اللي حصل للعيله دي، انت السبب اللي خليتي العيله دي في الارض، وانت السبب في موت ديما، انت اللي قتلتيها. ما يصحش تكلمي مامتك كده، تعالي معايا يا سما. ابعدوا عني، امشي اطلعي بره. سما، دم ديما في رقبتك. حرام عليكي، كفايه كده. لا مش حرام ومش كفايه، وكل مره هقول لك الكلام ده كل ما اشوفك عشان اعذبك زي ما عذبتينا وعذبتيها. سما ما ينفعش كده، تعالي معايا لو سمحتي. اوعي، امشي اطلعي بره. اهدي يا سما، عيب كده. مش ههدى، يلا بره. وبقول لك ايه، قبل ما تمشي خدي تاريخك اللي وجعتي قلبنا بيه وعذبتينا بيه بره.
خلاص ما حدش فينا عايزك، ما حدش عايز يشوفك تاني. مش كفايه بقى وحرام عليك اللي عملتيه فينا؟ سما في ايه؟ ما يصحش اللي بتعمليه ده والله. طب ممكن تعرفهولي او ممكن تعلمهولي؟ اصلا ما حدش علمني الاصول. سما رؤوف، ما تتكلمي مع حد كبير، تتكلمي بادب واحترام، واعرفي ان ليكي حدود. انا عمري ما شفت اي حدود في العيله دي، الكل كسرها وانت اولهم. سامحها يا رؤوف. يا حرام، على اساس يعني ان انت زعلتي قوي او قلبك وجعك ان هو كان هيضربني؟ عارفه بتفكريني بايه؟ فكريني بالافلام الابيض واسود اللي انت بتتفرجي عليها طول النهار، وعايزه تحسسي الكل يا حرام ان انت لسه فيكي قلب بينبض. بنت، كلمي مع مامتك بطريقه محترمه. سما تعالي معايا يا حبيبتي، تعالي نتكلم فوق. مش هروح مع حد، كل حاجه لازم تعرف دلوقتي، كل الحقائق لازم توضح دلوقتي، كفايه بقى الهموم اللي شايلينها جوه قلوبنا. رايحه فين؟ مخنوقه، مش قادره اقعد في البيت ده اكتر من كده. يا حرام، واللي بسمعه ده بقى حقيقه ولا خيال؟ ريماس هانم مخنوقه من القعده في السرايا؟ يا حرام، زهقت من التاريخ العريق بتاع العيله ولا عايزه تهربي عشان ما تفتكريش اللي عملتيه؟ واحنا مش عايزين نسمع حاجه سما. لا، لازم تسمعوا وتعرفوا كل حاجه ومنها. لو عايزه تحاسبيها سما يبقى لازم كلنا نقعد ونتحاسب، مش هي لوحدها. يا ريت. تعالي حطي. طب يا جماعه استاذنكم انا. انت رايح فين؟ مش تقعد تسمع العيله العريقه وهي بتحاسب نفسها؟ تعالي يا امير، تعالي انا هوصلك، تعبرك معايا. غريبة قوي، زهقتوا العالم كله بكلامكم عن العيلة وتاريخ العيلة وعزة العيلة وعراقة العيلة، ايه اللي حصل؟ وبعدين معاكي بقى، لو ما بطلتيش تكلمي بالطريقة دي انا هتصرف معاكي، فاهمة ولا لا؟ مش من حقك تعاملي مامتك بالطريقة دي، مهما كانت دي مامتك، ولو عايزة نتحاسب سما يبقى نتحاسب كلنا مش هي لوحدها. لا والله، نتحاسب على ايه؟ هي بس نتحاسب. انتي سما عملتي ايه؟ مش كنت عايزه تسافري تهاجري تهربي؟ كنت شايفه ان العلاقه بين مامتك وباباكي مش كويسه، اوعي تقولي لي انك عملتي اللي عليكي. لو كل واحد في البيت ده كان عمل اللي عليه ما كنتوش وصلتوا للي انتوا فيه ده. وانت غاوف كنت عايز تهرب من المسؤوليه، تسافر تعيش حياتك تتجوز تهاجر، حتى مراسك ما رضيتش تاخده، عشان لو كنت خدته كان هيقولوا لك خد مسؤوليه، عشان انت الراجل الوحيد اللي فاضل في العيله دي. سبت كل حاجة، كل الحمل على غماس. انت سما شايفة ان مامتك هي اللي غلط، بس كل حاجة بتعملها غلط. على فكرة انا عايزة اقولك ان كل الناس بتتصرف زي غماس، حتى في بلدي انا. للأسف الحدود ما بقتش بين الدول، بقت بيننا احنا. بقى صعب علينا جدا ان احنا نحب، وسهل قوي ان احنا نكره. عندك حق يا بيولا، لو هنتحاسب نتحاسب كلنا مش رماس لوحدها. يوسف ما تعبان عايز ارتاح، وديني عندي اوتيل ارتاح فيه شويه. ايه اللي بتقوليه ده يا رماس؟ السرايا موجوده وانت تروحي اوتيل؟ مستحيل حافظ القعده هنا، وولادي مش عايزه. معلش يا حبيبتي سامحيها، هي بس عصبيه ومنفعله. رماس هانم، يا ريت ما اشوفكيش في دفن الدين، ولا عايزه تقتلي القتيل وتمشي في جنازته. حرام عليكي، كفايه، انت مش عارفه انت بتعملي فيا ايه. حرام عليكي يا سما، كفايه كده، كفايه. لا يا رامي، انا كنت بطمن بس. كويس ان انا اطمنت منك خلاص. طب ممكن تقول لماما ترد عليا؟ مش معقوله كلمتها كذا مره ما ردتش، قلقتني عليها جدا. طيب قول لها ان انا هكلمها بقى، خليها ترد. اوكي يلا باي. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. اتفضل.
انا جهزت كل حاجه. جهزت ايه؟ الله، احنا مش متفقين ان احنا اول ما ننزل من السفر نتجوز على طول؟ اول فرح. فرح ايه؟ فرح ايه؟ وانت ناوي تتجوزني سكتي ولا ايه؟ لا، انا كنت فاكر ان احنا اول ما هننزل هنتجوز على طول ونسافر. هتصدقني لو قلت لك ان انا حاسه ان انا اول مره هتجوز؟ هتصدقيني لو قلت لك ان انا اول مره احس ان انا بحب بجد؟ طب اعمل حسابك بقى عشان تنزل معايا نجيب فستان الفرح. تحت امرك. والشبك برضو تحت امرك. عايزه احس ان انا عروسه بجد. عايزه انزل معاك كده ونلف في المحلات واقول لك ده اه ده لا ده عاجبني ده مش عاجبني. عارف، كان نفسي ماما كمان تبقى معانا وتعمل عليك بقى شغل الحموات، تقول لك بقى دي شبكة دي خفيفة قوي، والفاتورة لازم تبقى باسم بنتي كده يعني. عارفة، انت لو عاوزاني اكتب لك نفسي انا ما عنديش اي مانع. حبيبي، بس لازم بقى تخلص موضوع رماس الاول. بكرة كل حاجة هتخلص. وليه بكرة يعني؟ ليه مش النهاردة؟ معلش يا سليم، انت عارفة ان النهاردة دفن الديمة. يا حرام، كويس انك قلتلي، لازم اروح اعزيها بقى. انت هتروح؟ انت عاوزاني اروح؟ حبيبي اعمل اللي يريحك، يعني اللي شايفه صح اعمله. انا مش هروح. انا في حاجة واخدة بالي منها بقالي فترة، واكيد انت كمان واخد بالك منها. ريماس، فاكرة ان انت اللي قتلت ديما؟ الست دي مخها اتلحس خلاص، ممكن تتوقع منها اي رد فعل في اي وقت. في ايه؟ بتفكر في ايه؟ لا ابدا ولا حاجة، بس انا ملاحظ كده كل ما بتشوفيني تتكلمي عن ريماس وديما تشغل بالك قوي زان على اللزوم. انا خايفة عليك يا حبيبي. طيب ايه ده، انت زعلت ولا ايه؟ أنا ما زعلتش، بس زهقت. حاسس كده إن مفيش حاجة في حياتي غير رماس وعلاقتي بيها واللي حصل. أنا عايز أهرب من الموضوع ده، مش قادر. حاسس إنها عاملة زي الوطواط، مش عارفة أتخلص منه غير لما يمص دمي. وأنا مش هسمح لها تعمل كده أبداً. أبداً. عن إذنك. لا، ده أنت زعلان بجد بقى. عشان أكون صريح معاكي زي ما أنت كنت صريحة معايا، أنا فعلا كنت هقعد معاكي طول اليوم، بس أنا محتاجة أقعد لوحدي. وأنا مش هضغط عليك، هسيبك على راحتك، بس خليك عارف لو احتجتني أي وقت هتلاقيني، كلمني في ثانية هكون عندك. إيه ده إيه ده؟ حاف كده؟ ادخل. ريماس مش هتنامي؟ ما ينفعش تفضلي صاحية كده على طول. ريماس ما بتتكلميش ليه؟ طب عشان خاطري، حاولي تنامي عشان ترتاحي. أنا عمري ما هرتاح خلاص. من فضلك يا رؤوف، سيبني لوحدي دلوقتي. ماما.
ألو. قلبي عندك. ميرسي. أنا كنت عايزة أعرف العزا هيكون فين عشان أجيلك أعزيكي. هنا في السرايا. طب وهيكون إمتى إن شاء الله؟ بكرة بالليل. طب شدي حيلك، أنا عارفة إنك أقوى من أي ظروف ومن أي حاجة ممكن تحصلك. كلنا بنعدي بمصايب وربنا بيقوينا، وإن شاء الله ربنا هيقويكي بإذن الله. ميرسي. باي. غريبة، سامي ما اتصلش بيا. يعني إيه؟ لا كده نقلق، كده في حاجة. مخنوق؟ ممكن تكلم مين تحكي له عن مخاوفك أو إحساسك أو تقول له جواك كله من غير ما تخاف أو تقلق وتبقى ضامن إنه هيقول لك على اللي في مصلحتك؟ مين ممكن تكلمه وينصحك ونصيحته تعمل بيها من غير ما تفكر وتبقى متأكد انك انت مهم بالنسبة له ولا يمكن يخدعك او يتأمر عليك؟ مفيش يا سامي، مفيش حد. هتروح فين؟ مفيش اي مكان. انت عامل زي الزرع الشيطاني اللي ملوش جذور ولا ليه وجود زي عدمه. لا، ده عدم وجوده أحسن وأفيد. هتسيب كل حاجة عشان خاطر بتحب؟ مش انت اللي كنت بتقولي ان مفيش اي واحدة في العالم تستاهل؟ دلوقتي بقت سيرين هي كل حياتك، اللي تطلبه وتعمله كلت عقلك. بس خلي بالك، انت لو سبت السرايا مش هترجع لها تاني، ولو خسرت مش هتقوم لك قومة. اوعى تبقى زي كمال وتقع. ما كمال وقع عشان افتكر انه حب رماس وهي حبته، وانها لما حاربت علشانه كان عشان وقعت فيه. السرايا دي فخ يا سامي. ايوه فخ، عامله زي الدوامه اللي ينزل فيها عمره ما هيطلع الا ميت. والحب كده برضو، اول حاجه عملتها وانت مبسوط وهادي ومش واخد بالك انك حطيت في حسابها فلوس كتيرة قوي من غير اي ضمان، زي ما عملت رماس هانم كل اللي هي عايزاه من غير اي ضمان. انت جاي ليه؟ انا كنت جاي علشان اعزيكي. كانت زهره ورده واتقطفت قبل اوانها. والله انا برضو كنت عايزاك. انا من ايدك دي لايدك دي عاوزه تخلصي من حد تاني؟ عايزه اخلص منك. أنا ما عنديش أي مشكلة، أذبح لك نفسي تحت رجليكي دلوقتي. لسه في بيننا حاجات كتير لازم تتصفى. أنا زي ما قلت لك، أنا من إيدك دي لإيدك دي. كنت بقول لك كده زمان ولسه بقولها لك لغاية دلوقتي. أما تفوق بقى كلمني. أنا فايق وعشرة على عشرة. أكتر من أي وقت تاني، أكتر مما تتخيل. كلمني بكرة. طبعا هسيبها إزاي دي؟ لو كل الأمور بتمشي زي ما أنا عاوز، لكن يا خسارة كل حاجة بتمشي عكس بعضها.
يما الله يرحمك. تصورش انا سعيد قد ايه بالمكالمه اللي حصلت دي، واسف يعني اذا كنت تهورت وخرجت بره حدود اللياقه، بس صدقيني غصب عني ما قدرتش اتحكم في مشاعري واحاسيسي. ساعات كده الحاله دي بتخلينا نتصرف تصرفات غير محسوبه. عارف فاهمه قصدك يا سامي، انا كمان عشت حياه صعبه قوي مع كمال. معقوله؟ أنا عمري ما تخيلت إن أنت عشت حياة صعبة. طول الوقت فاكر إن أنت ست قوية وقادرة تعملي اللي أنت عايزاه بدون أي تردد. لا، كان نفسي أعيش معاه المشاعر الحلوة الرقيقة اللي كنا بنتفرج عليها في الأفلام زمان. بس إحنا كنا مختلفين قوي عن بعض، كنت أنا من دنيا وهو من دنيا تانية خالص. ولما كنا كده ساعات نقعد نتكلم مع بعض كنت أحس إنه إيه؟ سكتي ليه؟ مش عايزك تفهمني غلط. أنا عمري ما فهمتك غلط، طول عمري فاهمك صح، وسعيد جدا إن إحنا بنتكلم مع بعض. لما كنت ساعات قاعدة أتكلم مع كمال ما كنتش بحس إني قاعدة بتكلم مع جوزي، كنت بحس كده إني قاعدة بتكلم مع الجناني، مع الطباخ. زي ما قلت لك كنا من عالمين مختلفين خالص. الفرق بيننا كان زي الفرق بين السرايا اللي أرضها متغطية رخام وبيوت الفلاحين اللي معمولة من طين. أيوة، بس الفلاحين دول هم اللي بنوا السرايا. يبنوها لكن ما يعيشوش فيها، ده اللي كان لازم أعرفه وأفهمه. بس كنت صغيرة قوي، وكمان كنت بحبه قوي. طيب وكمال بيه؟ كمال زي ما هو كده طول عمره، ما تغيرش ساعة ما عرفته لغاية النهاردة. ما عندوش مشاعر، ما بيعرفش يحب، أنا بس اللي ما كنتش شايفة. طيب ليه حضرتك ما طلبتيش الطلاق؟ كنت صغيرة قوي، مكنتش عايزة أعترف بفشلي قدام أهلي والمجتمع والناس. وبناتي كانوا صغيرين ومتعلقين قوي بأبوهم وبيحبوه، وخفت إنه ياخدهم مني ويبهدلهم. وعشنا. طيب ولما كبروا؟ خلاص كان الوقت فات عشان أي حاجة تتغير. بس هو لما حس إن أنا بعدت عنه خالص ومبقتش برتاح وهو موجود، بس هو لما حس ان انا بجد بعدت عنه وما بقتش مرتاحه في وجوده قرر انه يمشي، يبقى عنده حياه تانيه. انت بتعيطي؟ معقوله؟ ليه مثلا انت بتعيط؟ بحب اسمعها منك لما بتقولي رماس هاني، بحس اني لسه برنسس زي ما كنت زمان. ما هتفضلي برنسس، انت رماس هانم. ادخل. عايزه اتكلم معاكي. تعبانه قوي، خلينا بكره. هو سامي كان بيعمل ايه هنا؟ معرفش، شكله كان سكران. تعالي اقعدي.
هو الحقيقة أنا مش عارفة أبتدي كلامي منين، بس لازم أكون واضحة وصريحة معاكي. رؤوف اللي بعدك؟ نعم، حبي للبيت ده هو اللي خلاني مش عارفة أنام، وإحساسي بالمسؤولية تجاه كل اللي فيه هو اللي خلاني أجيلك. اللي قالته سما ده حقيقي؟ وهي سما قالت إيه؟ أنت عارفة أنا أقصد إيه؟ لا ما عرفش قصدك. أنا مش عايزة أقول اللي في دماغي، يعني كنا عايزين نتكلم عشان نعرف نوصل لحل. لازم تجاوبي على السؤال. هو أنا قريت اللي في دماغك يعني؟ يعني أبقى قللت الذوق؟ ومين اللي هيسمح لك تبقي قللت الذوق؟ على فكرة مش معنى إن أنا دلوقتي عندي مشاكل في حياتي إنك تدي لنفسك حقوق من غير ما حد يديهالك. أنت اللي قتلتي كمال صح؟ أنا بستحمل سما وكلامها البايخ لأنها بنتي، لكن أنت أستحملك ليه؟ أنت مين؟ أنا واحدة من العيلة دي؟ ده رأيك، واحدة من العيلة أو لأ، أنا بس اللي قررها. أدخل. عايزة أتكلم معاكي. تعبانة قوي، خلينا بكرة. هو سامي كان بيعمل إيه هنا؟ معرفش، شكله كان سكران. تعالي اقعدي. هو الحقيقة أنا مش عارفة أبتدي كلامي منين، بس لازم أكون واضحة وصريحة معاكي. رؤوف اللي بعدك؟ نعم، حبي للبيت ده هو اللي خلاني مش عارفة أنام، وإحساسي بالمسؤولية تجاه كل اللي فيه هو اللي خلاني أجيلك. اللي قالته سما ده حقيقي؟ وهي سما قالت إيه؟ أنت عارفة أنا أقصد إيه؟ لا ما عرفش قصدك. أنا مش عايزة أقول اللي في دماغي، يعني كنا عايزين نتكلم عشان نعرف نوصل لحل. لازم تجاوبي على السؤال. هو أنا قريت اللي في دماغك يعني؟ يعني أبقى قللت الذوق؟ ومين اللي هيسمح لك تبقي قللت الذوق؟ على فكرة مش معنى إن أنا دلوقتي عندي مشاكل في حياتي إنك تدي لنفسك حقوق من غير ما حد يديهالك. أنت اللي قتلتي كمال صح؟ أنا بستحمل سما وكلامها البايخ لأنها بنتي، لكن أنت أستحملك ليه؟ أنت مين؟ أنا واحدة من العيلة دي؟ ده رأيك، واحدة من العيلة أو لأ، أنا بس اللي قررها. هو أنا بيعجبني جداً شخصيتك القوية، وعارفة طبعاً إنك بتعرفي تعدي أي ظروف مهما كانت، بس الصراحة اللي إحنا فيه صعب. غماس، لو ليكي علاقة بقتل كمال أو باللي قتله فدي مشكلة كبيرة جداً، لازم نفكر، لازم نلاقي حل. أنا خايفة عليكي حبيبتي، سافري برا مصر، أنا هساعدك. لازم تسافري برا مصر في أسرع وقت. غماس، لو الموضوع يتفتح وليكي علاقة بيه أكيد رجلك هتيجي فيه. أرجوكي، أنا مش عايزة رد منك، أنا عايزاكي تفكري وتقرري هتسافري إمتى، ولازم يكون بسرعة. عن إذنك. رد بقى. بعدين هيا النسوان كده تزبلها تجيلك ركعه.
وكنا حلوين ونتمنى الرضا ترضي. اشربي بقى اشربي. ايه ده اللي جابها هنا دي؟ اهلا. ايه زي ما يكون مش عايزه تشوفيني. لا بس غريبه يعني انك تيجي من غير ما تتصلي. افرضي كنت جيتي وما لقيتنيش كنت هتيجي على الفاضي. اصل عقلي قال لي لو اتصلت بيكي ممكن ما ترضيش تقابليني هتتهربي. انا؟ ايوه انتي. وهتهرب منك ليه؟ عموما مبروك. على ايه؟ انا سمعت انه سامي حول لك المبلغ في حسابك اللي انتي طلبتيه. يعني كده عملتي اللي انتي عايزاه. مش تقولي لي علشان نحتفل؟ عادي مش حاجة مهمة قوي يعني. لا حاجة مهمة قوي انك تقولي لي على كل التفاصيل اول باول علشان احس ان احنا واحد. واقول لك برضو على اللي انتي ما تعرفيهوش. وايه بقى اللي انا ما اعرفوش؟ مش لما تقولي لي انتي مخبية عني ايه؟ وانا هخبي عنك ايه يعني؟ عينيكي بتقول ان انتي بتكدبي. وحياتك عندي انا ما مخبية عنك حاجة. رغم اني زعلانة منك موت بس برضو هطلع اجدع منك وهقول لك على خبر يجنن. اللي هو بقى سامي. عروستي. سمعت ان العين عليه وانه كان عنده شركة غسيل اموال. ايه ده بجد؟ اه والله. مش دي الشركة اللي انتوا كنتوا عاملينها له هو ورماس؟ اه. واللي انت كنت عايزة تاخديها؟ انا؟ اعوذ بالله انا اخد شركة مشبوهة زي دي؟ بالعكس ده انا نفسي اصحابها يترموا في السجن. هي البلد باظت من شويه. طب هاتي من الاخر. انا سمعت انه في قلق على شركات ريماس. طب حلو وبعدين؟ وانا عارفه انه علاقتكم كويسه جدا وبتتكلموا وبتتقابلوا. ايه ده ايه ده ايه ده انت بتراقبيني بقى؟ لا بس بحبك زياده عن اللزوم. والمطلوب؟ اصل الشركات دي لما بتبقى سمعتها وحشه اسهمها بتبقى في النازل. وانا برايي انهم يبيعوها وصدقيني اللي هيشتريها هو اللي خسران. ومين بقى اللي هيشتري؟ انا. معقوله؟ وليه تعملي في نفسك كده؟ حد يرمي فلوسه في الارض برضو؟ اصلي بحب عمل الخير قوي وريماس بنت اصول وبنت اكابر. صعبانه عليا تتبهدل هي وولادها. ولادها اللي انت هتقنعيهم ان هم يبيعوا لي الشركه. انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا اما نشوف مين. ايه بقى اللي لمكوا على بعض؟ اللي رمى الاردني على العراقي؟ ايه الكلام ده؟ هو ده الكلام. انا كلامي موزون قوي. انت سكران. ما مصيبه ان انا سكران. لما ببقى سكران ببقى فايق وواعي قوي ودماغي توزن بلد. اللي بشوفه وانا سكران اكتر من اللي بشوفه وانا فايق. يا حلوه يا اموره ما تجيبي بوسه من ودنك. السباقه فوق. كويس ان انا لقيتك صحيه. عايزه اتكلم معاكي شويه. لو سمحتي انا مش عايزه اتكلم. بس انا عايزه اتكلم. مش همشي من هنا قبل ما افهم منك كل حاجه. وانا ما عنديش حاجه اقولها. لا عندك وعندك كتير قوي يا سما. روحي اساليها. انا لو كنت عايزه اسالها كنت رحت لها. انا بسالك انتي. بقولك ايه، اعتبريني مش موجوده في الدنيا خالص. اعتبريني مت زي ديما بالظبط. اعتبرك انتي متي وديما فعلا ماتت وماما قافله على نفسها مش عايزه تكلم حد. يبقى انا عايش ليه اصلا؟ ما اروح انا كمان اموت نفسي وخلاص. ما تشر عليك.
هو في شر اكتر من اللي احنا فيه؟ اه يا ايمان للاسف، ولو عرفتي ممكن ما تطيقيش نفسك ولا تطيقي البيت اللي انت قاعده فيه. انت مش فاهمه حاجه يا سما، انت مش فاهمه الكلام اللي انت بتقوليه وما عندكيش اي دليل ولا اثبات عليه. طب ايه رايك بقى ان هي اللي قتلت بابا ومراته وكمان اتفقت مع الزفت اللي اسمه سامي ده علشان يقتل الست الغلبانه دي هي وابنها؟ لا ومش بس كده، كمان امك ما عندهاش اي مشكله ان هي تموت اي واحده فينا عشان تنفذ اللي في دماغها. امك مجنونه يا ايمان وعندها جنون العظمه خليها مش شايفه اي حاجه في الدنيا غير نفسها وبس، عشان كده الصح ليها ان احنا نوديها مستشفى امراض عقليه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت شكلك اتجننتي بجد. انت طبعا اتجننتي لما عرفتي سلامة ده ما ينفعكيش وما ينفعش تقربي منه بعد ما شفتي فقره وما ينفعش تتجوزيه. قلتي تعملي كل ده وتطلعي ماما مجنونه صح؟ ايوه ماما كان عندها حق، هي قالت لما هتشوفي الفقر وتعيشي فيه مش هتستحملي ودماغك هتطق منك وهتعملي حاجات انت مش فاهماها. ايه الكلام السخيف اللي بتقوليه ده؟ انا ما بقولش كلام سخيف، انت اللي سخيفه وكلامك كله جنان. عايزاني اصدق ان ماما ممكن تعمل كده؟ ايوه انا دلوقتي فهمت انت بتعملي كده ليه. انا فاهمك كويس قوي يا سما، انت طبعا عايزه تطلعي ماما مجنونه وتحطيها في مستشفى المجانين عشان انت والبيه بتاعك تكوشوا على كل حاجه صح؟ ايوه انت عايزه تعملي كده. ماما ماما تعالي شوفي، تعالي شوفي سما بتقول ايه وبتعمل ايه. سما اتجننت يا ماما، تعالي شوفي بتقول ايه. طب اهدي حبيبتي اهدي وسيبيني معاها دلوقتي لوحدنا. مين اللي قالك الكلام ده؟ محدش. يعني انتي قعدتي مع نفسك وفكرتي واكتشفتي ان انا اللي قتلت؟ ممكن تسيبيني لوحدي؟ انا مش عايزه اقعد معاكي. عايزه تدخليني مستشفى المجانين يا سما؟ ده لمصلحتك. يعني انتي شايفاني مجنونه؟ والله انتي عارفه نفسك كويس قوي اكتر مني. انتي بتكرهيني؟ ردك على السؤال ده هيحدد حاجات كتيرة قوي. أرجوك ردي عليا، بتكرهيني يا سما؟ بس على فكرة أنا عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك أنتي وإخواتك، وخليكي دايما فاكرة إني مهما عملت هفضل أمك ومهما أنت عملتي هتفضلي بنتي. واللي خلاكي تكرهيني أوعدك حمحيه من على وش الأرض. أنا مش قادرة أصدق الكلام اللي أنا بسمعه ده، أنا مش مصدقة حاجة. بس طب هي يعني ماما ليه سايبة سما تقول الكلام ده؟ ليه سايباها؟ ما تديها قلمين على وشها وتقول لها إن هي كدابة، ليه؟ إيمان اسمعي نصيحتي، خدي يوسف وسيبي البيت ده. يا
يبقى انت اكيد عارفه حاجه ومخبيه عليا. انا لا عارفه حاجه ولا عندي فكره عن اي حاجه. حبيبتي انت في شهور الحمل الاخيره ولازم نفسيتك تبقى كويسه. كفايه قوي اللي حصل. انا خايفه يامن على البيبي. انت بتكذبي، انت بتكذبي عليا، كلكم بتكذبوا. انت اكيد مصدقه الكلام ده زي ما كلهم مصدقين. معنى ايه الكلام ده؟ انا مش مصدقه ومفيش حد مصدق. عشان خاطري يا ايمان اهدي كده واسمعيني، كل حاجه هتبقى كويسه قوي. انت حملك صعب وانا خايفه عليك. وبعدين هقول لك انا ايه بعدين. انت طبعا عايزاني امشي من هنا عشان ما اعرفش الحياه واتصدم، صح؟ على اساس ان كل اللي بيحصل ده اصلا ما صدمنيش. ابدا خالص خالص صدقيني. انا بس عارفه انت بكره يا ايمان، بكره يا حبيبتي بكره ليه؟ انت خلاص فعلا، انت بقالك بيتك وحياتك وجوزك يوسف. ايوه حبيبتي، وابنك اللي جاي ان شاء الله. عارفه يا ايمان، عارفه لما هيجي ابنك صدقيني مش هتفكري غير فيه هو وبس. ماشي حاضر، فلنفرض ان الناس سمعت كلامك وخدت يوسف ومشينا ورحنا مكان بعيد من هنا. ابني اللي انت بتتكلمي عنه ده لما هيجي ويسمع كلام الناس هقول له ايه؟ فاهميني هقول له ايه؟ لما يعرف ان جدته قتلت جده هرد عليه اقول له ايه؟ طب بلاش دي. لما يسالني على خالته، خالته اللي انتحرت، هقول له انتحرت ليه؟ هقول له كانت بتحب واحد وضحك عليها فقررت انها تنتحر. لا، عارفه هقول له ايه؟ هقول له مجنونه، كانت مجنونه. ما هو خلاص الجنان بقى وراثه في العيله دي. ما تردي عليا جوه اقول له ايه؟ ايمان انت ما تفكريش كده خالص. عارفه ايمان والله ان شاء الله كل الامور هتبقى كويسه، هتبقى كويسه قوي صدقيني صدقيني. فعلا كل حاجة هتبقى كويسة. بابا هيطلع من قبره ويقول لنا أنا لسه عايش، محدش قتلني، أنا كويس. وديما، ديما هترجع تقول لنا أنا كنت بهزر معاكو. ما تردي عليا، إيه اللي هيبقى كويس؟ حرام عليكي. اهدي يا إيمان، اهدي صدقيني، صدقيني هتبقى كويس، كل حاجة هتبقى كويسة. ده انا عايزه اسالك سؤال، هو انت كان ممكن تعملي في عيلتك اللي ماما عملته فينا؟ وهي ماما عملت ايه يعني يا ايمان؟ ما كفايه بقى وردي عليا كده وجاوبيني. قولي انت عارفه كويس هي عملت ايه؟ انت تعملي زيها؟ ايمان ايمان استني. يعني الكلام كله طلع صح؟ ايوه طبعا صح. ما هو لو مش صح كان زمانك اديتيها قلمين وطردتيها. ايمان تعالي انا عايزاكي. سيبيني تعالي بس. سيبيني بقول لك مش عايزه حد يكلمني. سيبيني تعالي بس وياي هفهمك. انا مش عارفه هجيب الولد ده ازاي في العيله دي؟ ازاي؟ هقول له ايه؟ ها؟ ممكن تفهميني هقول له ايه؟ هقوله جدتك قتلت جدك ولا هقوله ايه؟ هقوله ان انت اتجوزتي واحد اصغر منك وخليتي راسنا في الارض كلنا. ايمان تعالي بس. سيبيني سيبيني. حرام عليكي، حرام عليكي اللي انت عملتيه فينا. انا دلوقتي عرفت ليه ديما قتلت نفسها. انا عرفت ليه ديما ماتت. انت السبب. هتعيش ليه؟ هتعيش ليه في العيلة دي؟ قالوا ايه؟ ما كانش عاجبها يوسف، يوسف اللي ملوش اهل. طب واحنا، واحنا اللي عايشين في سرايا ولينا حسب ونسب، عملنا في بعضنا ايه؟ حرام عليكي، ردي عليا، عملتي كده ليه؟ كفايه يا ايمان. سيبيني. كفايه. انا مش عايزه الولد ده يجي، مش عايزه. هيواجه الناس ازاي؟ هيقول لهم ايه؟ حرام عليك اللي انت عملتيه فينا. الولد ده لازم يموت، لازم يموت. انا مش عايزاه اصلا. حرام عليكي بقى. سيبيني.
بلاهاش. انا مش عارف ازاي عقلي خن للدرجه دي. معقول ما خدش بالي انتم مسستمين مع بعض؟ ايه مسستمين دي؟ امال هقولها ازاي يا اموره؟ وايه كمان؟ يلا قول قول اتفضل قول. بص انا مش مستريح وحاسس كده ان انا خدت على قفايا عشان فلوسك مش كده؟ امال انت شايفه ايه يعني؟ طب انا هقولك على حاجه كويسه قوي، انت بكره تروح البنك وانا هرجع لك فلوسك، ومبسوطه قوي باللي حصل ده عشان كشف لي ان انا الراجل اللي كنت هتجوزه كل اللي بيتحكم فيه الفلوس وبس، حتى المشاعر ملهاش اي اساس عنده. اقولك على حاجه كمان، جمانة بقى يا سيدي جات لي. جمانة جات عشان تقولي ان شركه رماس خلاص بح اسهمها وقعت، وان رماس دلوقتي بتثق فيا وده انسب وقت ان انا اشتري الشركه. فانا فكرت قلت دلوقتي الاسهم في الارض بكره تبقى في السماء، ودي حاجه مناسبه جدا عشان ارجع لك فلوسك، فلوسك اللي خدتها منك يا سامي. وهقول لك كمان جمانة كانت جايه ليه، انا طلبت منها تيجي عشان ننزل نشتري فستان الفرح مع بعض، لاني لوحدي مقطوعه من شجره، لا اب ولا ام ولا اهل ولا نيله ولا اصحاب. وانا لما جيت اتجوزك قلت لك انا عايز اعمل فرح وزفه وهيصه وناس، وعايز البس فستان يا سامي. عموما انت لو عوزتيني في اي وقت انزل معاكي قولي لي. لا انزل ايه بلا زفت، انسي. لا 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 تنسى ايه، بكره الصبح ان شاء الله تنزل معاكي تجيبي اللي انت عايزاه. ما انا مش هتجوزك يا سامي، انسى، انا مش هتجوزك، وفلوسك دي دين عندي هرجعها لك في يوم من الايام. اصل انا مش هتجوز واحد الفلوس هي اللي بتوديه وتجيبه. انا كنت فاكراك بتحبني بجد. انا فعلا بحبك. هو ما يقصدش يا سليم، خلي قلبك كبير بقى. سلام. امشي يا سامي دلوقتي، امشي، مش قادره اشوفك. انا همشي بس الاول لازم تسامحيني. مش طايقه اسمع صوتك يا سامي، اتفضل امشي. طب علشان خاطري اعيش معك ازاي؟ انا اعيش مع واحد ما بيثقش فيا ازاي؟ والله العظيم بحبك وبموت فيكي، علشان خاطري اديني فرصه اخيره عشان تعرف ان انا بحبك اكتر بكتير من ما انت بتحبني. يا يوسف يا يوسف استنى، طب شويه لما نطمن على صحه ايمان. انا اسف يا روبي بس مش هينفع، احنا لازم نمشي. انا خلاص يا خالو بقيت كويسه وعايزه امشي من هنا. يا يوسف ما ينفعش حد يسيب بيته ويمشي. روف بي سرايا عمرها ما كانت بيتي، انا كنت قاعد هنا عشان خاطر ايمان، ده بيتها لكن ده مش بيتي. بيت ايمان هو بيتك وبيت ولادك كمان بعد كده، وسبق وقلت لك انت بقيت واحد من العيله. وانا مش عايزه اقعد هنا يا خالو، مش طايقه المكان ده، بكرهه. غلط غلط اللي بتعملوه دوت، لازم نقف جنب بعض، احنا كده ما بنحلش حاجه. روف بي انا مقدر اللي حضرتك بتحاول تعمله، بس انا في دلوقتي في حياتي حاجه اهم بكتير ومحتاج حضرتك تفهمها. انا ما ينفعش اسيب ايمان تحت الضغط النفسي والعصبي اللي السرايا بتعمله لها، مشاكل السرايا كترت قوي. اكيد طبعا ان شاء الله في يوم من الايام هتتحل، لكن انا دلوقتي محتاج اخد بالي من مراتي وابني، وده مش هيحصل هنا. ما ينفعش تنسحبوا كده بكل سهوله. ثم ان السرايا دي مش من حقكم لوحدكم، ده حق اولادكم بعد كده. عايزين تفرطوا في حق اولادكم؟ حق ايه يا خالو اللي انت بتتكلم عنه ده؟ ايه فايده ان احنا نحافظ على حق في مكان زي ده؟ انا اصلا بكره المكان ده، عمري ما كنت مبسوطه هنا. يا ايمان يا حبيبتي ده وضع مؤقت وانت عارفه كده كويس، ثم انك انت ليكي ذكريات جميله هنا، هو زي كلنا مالينا ذكريات، كل ركن في السرايا ديت وكل تحفه ليها ذكريات جميله معانا. العيب مش في السرايا اللي انتوا عايزين تسيبوها وتمشوا، العيب في اللي سمح للغريب انه يدخل السرايا ديت ويبقى في وسطنا. ثم انا ليا تجربه وانسحبت زي ما انتوا عايزين تنسحبوا وسافرت بره، لكن صدقوني حسيت بالغربه وحسيت ان انا غلطان، عشان كده انا رجعت. لازم نقف جنب بعض، لو كل واحد فينا قال يا نفسي هنخسر كل حاجة، هنخسر بيتنا وهنخسر ذكرياتنا الجميلة. خليكوا يا أولاد، خليكوا نتدفى ببعض.
روف بيه، والله العظيم انا ما قصدي ضايقك، بالعكس انا فاهم كل كلمه حضرتك بتقولها، بس انت اكتر واحد عارف ان قيمه البيت مش في الحيطان، قيمه البيت في احساس العيله. انا عمري ما في حياتي هرضى ان ولادي ما يبقوش عارفين عيلتهم كلها، ولا ان مراتي يبقى في مشاكل ما بينها وبين عيلتها، لكن انا دلوقتي محتاج اخد بالي من مراتي وابني وابعدهم عن اي ضغط نفسي او عصبي، وده مش هيحصل هنا بجد. اوعدك اوعدك والله العظيم انه اول لما احس ان انا عرفت اعمل ده ساعتها ممكن اجي اتكلم معاك ونشوف نقدر نعمل ايه في الوضع هنا في السرايا، بس مش دلوقتي يا رؤوف بيه، مش دلوقتي. وحشتني. انا عمري نسيتك، عايزه اشوفك اي مكان. انا اللي اختار إراك في السرايا، طول عمرك بتحبها. هستناك، تتأخرش علي ساعة يعني، على ما أجهز. باي باي. خلوا بالكم من بعض. على فكرة يا يوسف، إيمان طول عمرها أطيب واحدة في بناتي. لما تجيبي البيبي بعتيلي صورته، عايزة أشوفه. استأذنك، إحنا هنلبسها. مع السلامة. تعبتكم معايا، بس عشان خاطري اسمع كلامي يا رؤوف. وجودكم جنبي خلاص ملوش لازمه، مش هيغير حاجه من اللي حصل. روحوا شوفوا حياتكم وشغلكم. لماس هانم. نعم. الحقيني. سما خدت هدومها ومشيت، انا عارفه. وسبتيها تمشي؟ خليها تجرب يا رؤوف، هي شايفة إن سلامة أنسب واحد ليها، ليها هقف في طريقهم، خليهم يجربوا حياتهم. نبيلة، اقبلي مني المكافأة دي. أنت عشتي طول عمرك معايا هنا في السرايا، كنت أمن واحدة عليا وعلى حياتي وعلى بناتي. على فكرة يا رؤوف، أنا حولت لك فلوس على البنك، ميراثك، حقك، عشان ما تحسش في يوم من الأيام إن أنا ظلمتك. يلا بقى، مش هنقلبها دراما. أنا عايزاكم تروحوا تعيشوا حياتكم، خدي جوزك وارجعوا على إيطاليا، شوفوا شغلكم، أكيد المطعم محتاج لكم. شوفوا وشك خير. وإنت بخير يا أخويا. أنا ما أقدرش أسيبك أبداً. وأنا كمان مش عايزة أسيبك، بس أنا الأوان بقى يا نبيلة، أنا بقيت كويسة. لا، أنت مش كويسة. أنا مع شريكي وعارفة إمتى تبقي كويسة وإمتى تبقي مش على طبيعتك. أنا على طبيعتي، ما تخافيش، لو احتجتك أكيد هكلمك. ما أقدرش أسيبك. لو بتحبيني سيبيني، عايزة أقعد في بيتي شوية لوحدي. شوفي ولادك.
سما، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انت؟ ادخلي ادخلي. ايمان انا اسفة. اسفة على ايه؟ مش فاهم. اسفة على اللي عملته. انا بجد اعصابي ما كانتش فيا خالص. كل اللي عملته ان انا قلت كل اللي جوايا من غير ما اعمل حساب لاي حد. يا حبيبتي عادي، هو في حد بيعمل حساب لحد في الوقت ده؟ بقول لك ايه، كلمت سلامة؟ مالك يا سما؟ هو انا ليه حاسه ان في حاجه وانا مش فاهماها؟ ايمان عشان خاطري ما تجيبليش سيره حد خالص. انا اليومين دول حاسه ان انا عايزه ابقى لوحدي، عايزه اروح مكان بعيد خالص عن الناس، لا اكلم حد ولا اشوف حد. والله تصدقي وانا نفسي اعمل كده زيك بالظبط. لا طبعا ما ينفعش تعملي انت كده خالص. انت جاي لك طفل لازم يتربى في بيت سوي. في ايه؟ انت شايفه اصلا ان انا كان ينفع اجيب البيبي ده دلوقتي؟ انت مجنونه؟ لا انا مش مجنونه يا سما، انا عايزاكي تجاوبيني وبصراحه، وعايزاكي تحكمي عقلك من غير ما تحكمي مشاعرك خالص، عشان انا مش عارفه اعمل كده. الولد ده بابا اتربى في ملجا، وجدته مش محتاجه طبعا اقولك هي عملت ايه. انا مش عارفه لما يكبر ويروح المدرسه هيواجه الناس ازاي. انت فاكره ان حد ممكن يفتكر حاجه؟ يعني ايه؟ يعني الناس بتنسى يا ايمان، وبالذات في بلدنا هنا الناس عندها ذاكره السمكه اصلا، يعني عمرهم ما يفتكروا حاجه، ولا يفتكروا حلو ولا يفتكروا وحش. محدش بينسى حاجه، كانت ماما نسيت. ماما ضحكت على نفسها، ماما عايشت نفسها في وهم، والوهم ده هو اللي وصلها اللي هي فيه. عارفه كده زي ايه؟ زينا كلنا كده لما بنعيش في وهم ال 7000 سنه والتاريخ اللي فات، ولما حد يجي يكلمنا نقول له احنا عظماء، احنا اللي بنينا الدنيا. اللي بنى الدنيا والعظيم مات خلاص، احنا بقى عملنا ايه؟ بس انا خايفه قوي. لا طبعا ما تخافيش، انا عايزاكي تفكري في حاجه مهمه قوي. ابنك ده هو اللي باقيلك، هو اللي هيفضلك. لازم تربيه كويس، ولازم تعلميه كويس، لازم تفهميه ان هو ملوش دعوه بامه وابوه، مش هما اللي هيعملوه. لازم تخليه يفكر في اللي جاي، لازم تخليه ينسى كل حاجه في الدنيا ما عدا مستقبله. لازم تعلميه ازاي يخلي الناس تحترمه، لازم تخليه يفكر كويس قوي ويحب نفسه ويبقى عنده ثقه في قدراته. مش عايزاه يعتمد عليكم، لازم تخليه كمان ما يفكرش ان هو اللي هيعمله ابوه او امه او جدوده حتى. لا طبعا هو بس اللي هيعمل نفسه. طب انتي عارفة لو جت بنت انا هسميها ايه؟ هتسميها ايه؟ سامة. لا يا ايمان، انا عايزاك تسميها ديما. بقولك ايه، قوليلي هو انتوا عرفتوا اللي بطنك ده ولد ولا بنت؟ لا يوسف مش عايز، عايز يخليها مفاجأة. طب هو نفسه في ايه، ولد ولا بنت؟ والله مش فارقة. طب لو جه ولد هتسميه ايه؟ أكيد طبعاً هسميه على اسم بابا الله يرحمه. جد؟ الله يرحمه. سما، عشان خاطري كلمي سلام. سلامة كويس وبيحبك. ما هو عشان بيحبني يا إيمان أنا مش عايزة أرتبط بيه. ليه؟ مش عارفة، بس كل اللي بفكر فيه خايفة إن صورتي في خياله تتغير. خايفة يجي اليوم ويندم إنه يتجوزني. مش عايزه صورتي تتغير عنده، عايزاها تفضل حلوه زي ما هي. بس على فكره سلامه ما بفكرش كده. جايز يكون مش بيفكر كده، وجايز يكون احسن واحد في الدنيا، جايز كمان لما اعيش معاه الاقيه احسن راجل في الدنيا، وابقى مش متخيله السعاده اللي انا فيها. بس لا، احنا عيوبنا بقت كتير قوي، وانا خايفه قوي يا ايمان. ده انت لسه قايله لي من شويه ما خافش. بس انا خايفه، مش عايزاكي تبقي زيي. طيب انت ناويه ترجعي البيت امتى؟ لا انا مش ناويه ارجع السرايا خالص. مش هرجع غير لما كل الناس اللي حوالينا يحسوا ان اللي اتربوا في السرايا دي ناس ولاد اصول بجد.
ريماس هانم بنفسها وتفتح لي الباب. وحشتني. وانت كمان وحشاني جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. المفروض انا اللي اسالك عن اخبارك. وحشه قوي في بعدك سامي. انا طلبت النهارده قبلك عشان عايزه اطلب منك حاجه ومتاكده انك مش هترفضها. طب اعرفها الاول. ما تسيبنيش يا سامي، ارجوك ما تطلقنيش. مش قادرة على بعدك، مش عايزة أعيش لحظة من غيرك. الرماس أنت كويسة؟ أنا كنت متأكدة إنك هتفتكرني اتجننت، بس بعدك هو اللي هيجنني يا سامي. أرجوك أرجوك ما تطلقنيش. الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه. أنا عارفة أنت عايز تقول إيه. سيلين مش كده؟ أيوة. هو يعني ما تسيبهاش يا حبيبي، اوعى تسيبها. مش انت بتحبها؟ حبيني زيها وهات هتعيش معانا هنا. لا كده يعني ماشي، انت بقيتي مجنونة رسمي. ليه؟ عشان مش قادرة على بعدك، عشان حموت وانت بعيد عني. ده انا بعت الناس كلها واشتريتك انت. رماس هاتي من الاخر، انت عاوزة ايه؟ ما تسيبنيش وهعمل لك كل اللي انت عايزه. انا مش عاوز اي حاجة. مش عاوزين نرجع للي فات، مش عايزين نرجع لورا خطوة واحدة. الحمد لله الحكاية انتهت وخلاص. وحكايتك انت وسيلين هي اللي هتبتدي. انت ايه اللي يهمك في كده؟ عشان انت ملكي بتاعي انا، وانا لسه مراتك. مينفعش تطلقني غصب عني. انشي بقى كل حاجة. بقولك ايه، احنا مش عايزين نفكر في اللي فات. اللي فات خلاص عدى ومات. عايزين نفكر في اللي جاي. على رأيي اللي قال ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتقسموا. بس احنا ما سرقنيش، احنا قتلنا. بلاش تقولي الكلام ده مرة تانية. ليه؟ خايف حد يسمعنا؟ طبعا خايف. حبل المشنقة ممكن تلف حوالين رقبتك ورقبتي. الله، ورقبتنا احنا الاتنين يبقوا طايرين كده جنب بعض في الهوا. طب بذمتك مش فكرة تجنن؟ نبقى عشنا مع بعض ومتنا مع بعض. خلاص أنا معاكي ومش هسيبك أبدا. بعد إذنك. رايح فين؟ هجيب هدومي وارجع على طول. هدوم إيه؟ ده احنا ننزل نجيب هدوم قد دي 100 مرة. لا، ما أنا لازم أرتب حاجات مهمة كتيرة قوي، وبالليل إن شاء الله هكون عندك. مش هتتأخر؟ أنا عمري ما هتأخر عليكي أبدا. وعدني. وعد مني مش هتأخر عليكي خالص. بعد إذنك. سامي. نعم. بتحبيني؟ أكيد طبعا بحبك. طبعا بحبك. بحبك جدا قوي. طيب ايه ده؟ حاضر. يا ساتر يا رب. طيب يلي بتخبط. طيب الله، انا مش عارف اقولك ايه. في ايه؟ الولاية اتجننت على الاخر. مين دي؟ ريماس. اتجننت ازاي يعني؟ قابلتني، مش عايزه تسيبني ومش عايزاني اطلقها وعايزاني اعيش معاها تاني في السرايا. نعم، وانت ناوي على ايه ان شاء الله؟ ناوي على ايه في ايه؟ انا ناوي اشيلها من دماغي خالص اصلا. هو انت قلت ايه؟ قلت انها اتجننت؟ مخها طار خالص. طب ما ده حلو قوي. حلو ازاي يعني؟
مش هي لسه مراتك؟ ايوه. يعني على ذمتك صح؟ ايوه. انت عايزه تقولي ايه؟ خلاص، بما ان هي لسه على ذمتك وانت جوزها، تبقى خايف عليها وعلى عقلها وعلى صحتها ومصالحها ومشاغلها، يبقى تدخلها مصحة نفسية. مصحة نفسية؟ اقعد اقعد بس وانا هفهمك. احنا كنا بنقول ايه امبارح؟ مش احنا كنا بنقول ان احنا عايزين الشركة وعايزين كل اللي وراها واللي قدامها، صح؟ صح. ركز معايا بقى، لو انت دخلتها مستشفى امراض نفسية واثبتنا انها مجنونة وفاقدة الاهلية، مين اللي هيبقى مسؤول عن كل حاجة؟ حضرتك، وبشكل قانوني كمان. انت عايزة تقولي ايه؟ انا عايزة مصلحتك يا حبيبي. وبعدين باب ومفتوح لنا، نقفله يعني؟ نقفله ليه ان شاء الله؟ انت خايف من بناتها؟ بناتها ايه؟ محدش معاها خالص. خلاص، يبقى اللي اقوله لك تعمله هو الصح. سيبلي انا الليلة دي. انت ناوية تعملي ايه؟ هفهمك. انا قبل ما سفر ماما برا مصر كانت بتتعالج هنا في مصحة نفسية، كانت اعصابها تعبانة شوية، بتتعالج في مصحة كويسة قوي عند دكتور مشهور وكبير. دي المصحة اللي انا بفكر نودي ريماس فيها. ايوه، ما هيقولك انها ما فيهاش اي حاجة خالص. ما هو كل حاجة بالفلوس بتمشي. طالما احنا كل اول شهر بندفع، يبقى العائل هيجننوا. انا مستغربك، انت ما كنتش خايف على امك؟ امي حالة يا سامي، غير ريماس خالص. بعدين ريماس دي ضرتي. ضرتك؟ تعملي كل ده علشان ضرتك؟ لا، انا مش بعمل كل ده عشان ضرتي، انا بعمل كل ده عشان هي تستاهل كده. بصي بقى، احنا هنتجوز النهارده. مش قبل ما تعمل اللي انا بقول لك عليه الاول. مسألة سهلة وبسيطة. خلاص، يبقى نخلص من ريماس ونرتب للفرح. ماشي يا ولا. ماشي يا عسل. حبيبة قلبي، أنا جيت لك حسب الميعاد. أمال فين الشنطة؟ الشنطة في العربية. بس قبل الشنطة، أنا عازمك على عشاء في أول مكان قلت لك فيه بحبك. طب ثواني هطلع غير. لا لا لا، أنا عاوزك كده زي ما أنتِ. أنتِ كده قمر. كده؟ قمر. ايه الحلاوه دي؟ ده هينفع اخرج اتعشى بيه؟ ده ينفع قوي. تعالي تعالي معايا. طب اجيب شنطتي؟ ولا يهمني من اي حاجه. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي. حبيبتي، تحبي اجي اقعد معاكي لغايه ما تولدي؟ يا ريت والله يا دادا، بس يوسف مش هيرضى. خلاص بقى، يبقى لازم تكلميني كل يوم تطمنيني عليك. حاضر. ايمان، أنا عايزة أقول لك حاجة. يا حبيبتي، أنت تقولي كل اللي أنت عايزاه، قولي. أنت لازم تيجي تزوري مامتك. دادا لو سمحتي. إيمان، اسمعيني بس. دي مامتك يا حبيبتي. الله، يكون يوسف؟ لا، يوسف قال لي إنه هيتأخر النهاردة. ما تشوفي مين كده يا دادا. حاضر يا حبيبتي. يولا. يولا، أوكي. يولا. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. انتي كمان صبا صبا. تفضلي حبيبتي، تفضلي. عامله ايه؟ وحشتيني قوي. لا لا لا، انا زعلانه منكم كلكم. ليه؟ زعلانه موت موت منكم، من يوسف ومن نبيله كمان. الله، طب وانا عملت ايه؟ مش كنتي قولي لي اجي معاكي؟ بصراحه انا قلت اسيبك مع الاستاذ رؤوف، وكفايه قوي اللي حصل الايام اللي فاتت دي. وبعدين ريماس هانم محتاجه لكم اكتر. انتي مش قراري نبيلة، ها؟ انتي قولي لي انا اقول عايزة اعمل ايه؟ كنت جيت انا وانتي، مش اجي لوحدي. حبيبتي، ها؟ يلا جهزي نفسك. لا، ما انا مش راجعة السرايا تاني. لا حبيبتي، انا مش هاخدك السرايا، انا عايزة اخدك على المستشفى. تقعدي يومين كده قبل الولادة. انا وخالو قلقانين عليكي جدا، ما ينفعش تقعدي لوحدك، خصوصا ان يوسف طول الوقت مش موجود. لا معلش، انا مرتاحة هنا. اما اسمعي الكلام بقى. مش هينفع، انا كده مرتاحه والله. انت كده مكسوفه مني، ها؟ طبعا عشان انا غريبه عنكو، انا مرات خالوه.
خالص والله، ده حتى انا بحبك جدا. وانا حبيبتي، انت عارفه ان انا زي ما ماما بحبكوا قوي، وبعدين البيبي ده انا اكتر واحده بحبه. ها انا حاسه ان انا هبقى خلاص عندي حفيد. انت عارفه امان، انا مصريه اكتر منك. ها خلي بالك، جدودي كانوا عايشين هنا، كانوا بيشتغلوا هنا. انت عارفه امان انه زمان في مصر كان كل الاجانب تيجي تشتغل هنا وتعمل فلوس كتير. اه عارفه. انا جيت هنا زمان وانا صغيره مع بابا وجدو. اول ما جيت البلد دي عشقتها، حبيتها، عشان كده انا بحب كل الناس اللي فيها، وبحب خالو قوي. هو بيحبك قوي والله. ميرسي ماشي. يلا بقى جهز نفسنا نروح مستشفى. يلا يا ايمان اسمعي كلامها عشان نطمن عليك. ما انا بصراحه اتفقت مع يوسف ان احنا هنروح المستشفى على يوم الولاده على طول. طب ليه كده؟ اصل يوسف بصراحه خايف، يعني خايف يخطفوا الولد او يبدلوه في المستشفى. معقوله ايمان ده كلام؟ اه معقوله، اصل انت مش عارفه التجربه اللي عاشها يوسف كانت صعبه ازاي. هو مش عايز ابنه يعيش نفس التجربه. اه ده كده مرض. ممكن يكون مرض، بس انا محترمه ان هو كلمني بصراحه وقال لي على كل مخاوفه. بعدين انا وعدته، يعني ما ينفعش اعمل حاجه عكس اللي انا قلتها له. ايمان انت بتحبيه؟ اه طبعا بحبه. تمنين يا البيبي ابتدى خلاص يشوط. ده شكله هيطلع لعيب كوره اصلا. اوه عارفه ايمان لو طلع لعيب كوره انا هاخده معايا ايطاليا، هدخله اكبر فرقه هناك. يا ريت. انت كل حد تقابليه تقولي له انك هتاخديه معاكي ايطاليا، ولغايه عندي انا ونسياني. اخدك اعمل بيكي ايه في ايطاليا؟ ها نبيله؟ اهو روح من نفسي. وبعدين شوفي بقى لو هتاخدي ايمان انا رايحه معاها، انا بقول لك اهو. تمام تدفعي كام نبيله؟ لو هروح معاكي ومع ايمان ومع الاستاذ رؤوف خدي كل اللي انت عاوزاه. ايمان حبيبتي لازم تسالي على ماماها. انا لسه قايله لها كده. حبيبتي ماماهم بتمر بظروف صعبه جدا، اللي شافته ما كانش سهل. ها ايا كان اللي هي عملته، يعني اوكي احنا مختلفين معاها، بس دي ايا كان مامتك. حاضر. تمام حبيبتي تليفوني معاكي. ها اما تحسي انك هتولدي تكلميني. هزعل. انا وخالو خلاص متفقين مفيش سفر خالص الا لما نتأمن عليكي. حبيبتي ربنا يخليكي لي. حبيبتي سالفونا سالمين. مساء النور، عملت ايه؟ كله تمام ما تقلقش. ما تجيب من الاخر. طب اهدى بس اهدى. كل البيانات انت طلبتها ايه؟ انت متاكد منها؟ عيب ده محمد نصر احسن بوديجارد في مصر. صباح الفل يا راجل. صباح الفل. معقول سيلين تبقى اخت ناريمان؟ عامله ايه؟ خايفه قوي. ما تقلقيش انا عارفه كويس انا بعمل ايه. الناس هنا شكلها يخوف بجد. معلش كلها يومين ويعدوا. سامي صدق مش كده؟ سامي ده واطي. سيلين انا مش عارفه انام هنا خالص. لما ناخد حقنا هننام ونشبع نوم. مش خايفه ياخد باله من حاجه؟ لا ما تقلقيش خالص. سامي دلوقتي حاسس انه مالك الدنيا وما فيها. بس انا قلقانه. انا عارفه اللي بتعمليه ده صعب عليكي قوي، إن كل حاجة بقولها لك وبطلبها منك مش سهلة أبداً، بس معلش استحملي. أديكي شفتي، شفتي لما قلتي له خد كل حاجة وعايزاك تبقى معايا برضو عمل فيكي إيه؟ ضحك عليكي وجابك على هنا. بس أنا بصراحة يعني كل اللي صعبان عليا هي ديمة. ذنبها إيه عشان يقتلها يا حبيبتي؟ ذنبها إيه؟ سامي ده عنده استعداد يقتل أبوه لو حس إنه هيسبب له خطر. أنا بجد مش متخيلة إن في بني آدم بالقسوة دي. معقول؟ معقول يعمل فيها كده؟ ما صعبتش عليه أبداً. حبيبتي حبيبتي ده قعد يقول لي كلام يا ساتر. قعد يقول لي دي تحايلت عليا، تحايلت عليا وباست إيدي عشان أسيبها. قالت له إنها مستعدة تسيب البلد لو طلب منها كده بس يسيبها. قالت له ان انا مستعده اقنع امي باي حاجه انت تطلبها مني بس سيبني. مفيش فايده. لا وقال لي ايه؟ فضل يغرقها يغرقها وهي تحاول تقاوم يا حبيبتي لحد نفسها ما راح.
اللي زي سامي ده حله الوحيد الموت. صدقيني يا ريماس، صدقيني. كلمت جومانا قالت لي ان انت ما اتصلتيش علشان هي تنزل معاكي. ما انا قلت لك ان انا مش حابه انزل معاها، نزلت لوحدي. لقيتي حاجه؟ لا. انا بقى لقيت. ايه رايك؟ حلو قوي. في مفاجاه تانيه. مفاجأة ايه؟ بعد يومين اتنين السرايا تبقى جاهزة لاستقبالك. السرايا؟ ايوه، طالما هي فاضية وكل حاجة ماشية زي ما احنا عايزين نأجل فرحنا ليه بقى؟ طب وبناتها لو جم؟ محدش هيجي. مين قالك؟ انا بقولك كده اسمعي كلامي. انا عايزك تحضري نفسك لليلة الكبيرة. انا عارف ان انت كنت عايزة فرح كبير، لكن طالما احنا مع بعضينا ده كفايه قوي. ولا ايه؟ ولا ايه؟ يبقى ايه؟ نص ساعة مش أكتر. حاضر يا دكتور، أنا متشكر جدا. مساء الخير يا ريمس. ليه بتعمل فيا كده؟ أنا آسف. عارفة سيلين دي تبقى مين؟ واحدة حقيرة زيك. تعرفي عنها إيه؟ تسألني أنا؟ يبقى ما تعرفيش عنها أي حاجة. بنت عبيطة. فاكرة انك بتحبها وهتعمل عشانها اي حاجة. سيلين تبقى اخت ناريمان مرات كمال الله يرحمه. ايه؟ يبقى ما كنتيش تعرفي عنها حاجة. انا مش عارف ازاي قدرت تضحك عليا وتخدعني وتدخل عليا بالطريقة دي. كانت دماغي فين؟ انا مش عارف. من يومين بس حسيت ان انا مسحوب وراها زي الخروف. اي حاجة بتقولها بمشيها. كانت دماغي فين؟ انا مش عارف. البت دي جاية تنتقم مننا، جاي تاخد مننا اللي ورانا واللي قدامنا وتدخلنا السجن. انت هنا في مستشفى المجانين وانا يا عالم بتدبر لي ايه؟ لكن ملهوه. سامي انا لازم اخرج من هنا. كان عندك حق لما قلت لي ان احنا لازم نعيش سوا. كل اللي حوالينا بيكرهونا صدقيني. ايه الحل؟ الحل في ايديكي، انها تنتهي من الحياه. ازاي؟ التقرير اللي هيخرج من هنا هيقول ان انت مجنونة. انا اسف بس التقرير هو اللي بيقول كده. والمجنون ما بيتحاسبش على افعاله. اقتلها؟ رماس انا عملتها علشانك قبل كده. اعمليها انت علشاني المرة دي، واثبتي ان انت عايزة تعيشي معايا اللي بقيت عمرك. امتى هخرج من هنا؟ بكرة. كويس. جرى ايه يا سامي؟ انت مجنون ولا ايه؟ في حد بيدخل مستشفى المجانين ويخرج تاني يوم؟ ما تقلقيش، التقرير اللي هيخرج من هنا بالتاريخ اللي احنا عايزينه، وانا مرتب كل حاجة. ايوه مرتب كل حاجة. ماي فير ليدي، مملكتك. تفضلي. ليه كده؟ أمان. وانت شاكك في حاجة ولا ايه؟ يعني الواحد لازم يعمل حسابه، ممكن حد من بنات ريماس
يجي ولا حاجة. انت مش قلت ان هما مستحيل يجوا؟ بس كده أمان أكتر. تسمحي لي بالرقصة دي؟ بس أنا متضايقة منك على فكرة، انت مش عامل حسابي خالص. يعني أنا كان المفروض ما وافقش باللي انت بتعمله ده. ليه بس؟ على فكرة أنا وافقت عشان انت أصريت وحسيت انك ممكن تشك ان انا مش عايزة ابقى معاك. غير كده انا مش مبسوطة باللي انت عامله ده خالص بصراحة. ما تقوليش كده، انا عملت كل حاجة في الدنيا دي عشان تبقي اسعد انسانة. عارفة انت اذكى واحدة انا قابلتها في حياتي. طبعا. واجمل واحدة. تقدر تقول غير كده؟ واكتر واحدة عصبها قوية. أنا قلت وإحنا عند المأذون إن أنت مش هتكملي وهتمشي. ليه؟ قلت إن أنت هتنهاري وعصبك هتخونك. أنت عملت كل حاجة صح، قدرتي تاخدي اللي أنت عايزاه مني من غير ما أفكر ولا أدور. أنا لما دورت عرفت. نريمان مرات كمال تبقى أختك، مش كده؟ ها؟ أيوه. وطبعاً جاية تاخدي بطرها. أيوه مني، مش كده؟ ما أنا مش هسيبك إلا لما أخد طار أختي منك. عارفة أنت صعبانة عليا قوي. أنت لسه صغيرة زهرات، قدرت تكسبي عركة مش الحرب، لأن الحرب مليون عركة وعمك هو اللي كسب الحرب. شفت القدر بيعمل ايه؟ هانم الست الكمل اللي انت كنت عايزه تدخليها مستشفى المجانين وتاخدي كل حاجة وتشفطيها مني وبعدين تسيبيني وتمشي، صح؟ لكن القدر بقى لعب لعبته وكل حاجة بقت في صالحنا. الست المجنونة دي هتخلص عليكي وهتقتلك، لأن المجنون ما بيتحاسبش على أفعاله. وأنا صغير كده كنت دايما أشوف في التلفزيون الناس وهي بتتعدم بيقول له نفسك في ايه؟ انت بقى نفسك في ايه؟ تشربي؟ تاكلي؟ انا تحت امرك. ولا ايه رايك يا هانم؟ صح، انت صح. ما جابتش راجل.